والله تبقى محاضرة قيمة وهي مخصصة للناس حديث التخرج والناس اللي هي بتدرس. اتشرف بإن الدكتورة شيماء عاشور تبدأ الكلام. اتفضلي يا دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الصوت واضح كده؟ تمام، اتفضلي. طيب، حابة أرحب بالسادة الحضور سواء على برنامج زوم أو فيسبوك. العدد وصل 60، ده قليل جدا. طيب، أنت في الورشة ولا إيه؟ لا، المفروض يبقى معانا 250 طالب على الأقل. طيب، أشكر طبعا جميع العاملين بمؤسسة بيم أريبيا، واللي بعتز جدا إن أنا فرد من طاقم العمل فيها، وأشكر باشمهندس عمر بجد الدعم لفكرة تدريس البيم في الجامعات المصرية. وبنرحب طبعا بتعاون أي تعاون مشترك ما بين المؤسسة وكليات المعاهد الهندسية علشان نقدر نفعل موضوع تدريس البيم في الجامعات. وطبعا المحاضرات دي كلها بتتم بصوره مجانيه، والهدف الاسمى ان احنا نقدر نوصل الطلاب لمرحله متقدمه دكتورة من الجامعه. دكتورة ايوه صوت بيقطع، الصوت بيقطع، تمام. لو في مايك أو في أي حاجة يكون أفضل. لو سمحت، تمام. صوت كده أوضح؟ تمام. كده أفضل؟ لو صوت أفضل اكتب واحد. طب كمل يا دكتور، اتفضل. لو سمحت كده، حاول إن أنا أظبط المشكلة في الإنترنت. اتفضل. ايوه اتفضل. تمام كده، اتفضل. تمام. طيب، مشكلة فين بصراحة؟ كده صوت كويس؟ ايوه تمام. اتفضل دكتور، اتفضل. تمام. طيب، كنت بقول إن أي تعاون مشترك والكليات والمعاهد الهندسيه هتكون حاجه ممتازه جدا. وطبعا الهدف الاساسي ان احنا نوصل للطالب لمرحله متقدمه من الخبره اللي بتاهله لسوق العمل، وبتقلل من صعوبات المواجهه للمشاكل اللي بعد كده في مراحل بعد تخرجه. وطبعا انا حابة أشكر الدكتور هيثم يوسف درويش، ونائب رئيس مجلس إدارة معهد كينج مريوط، ودكتور أستاذ دكتور نجوى أبو العينين عميد المعهد، على مساندتهم لتنفيذ الفكرة. وأرحب جدا، وطبعا يعني ما فيش كلام يتقال لعمر سليم يعني، والمجموعة القائمة على إتمام المحاضرات اللي بيقدموا لينا طرق التواصل المختلفة في الخبرات الهندسية، واللي بيغذي من العقول وعين طالب المعلومات والمهارات اللي محتاجها. تمام دكتور. طيب، اعمل حل في كده شير سكرين. صح، هل دكتور هيثم معانا؟ لو دكتور هيثم مشرفنا يا ريت بس يعمل راس هاند. دكتور هيثم، لا بتهيألي مش موجود. تمام. طيب، في حد عنده سؤال؟
تمام دكتور. يا مساء الخير، كده حضرتك الصوت ما واصل ولا ايه؟ ايوه كده الصوت واضح، اتفضل. مساء الخير عليكم كلكم يا باشمهندس عمر، ازي حضرتك؟ الحمد لله استاذ، الحمد لله دكتور. الله يخليك، انا طبعا مشرفني الحضور معاك ومبسوط جدا من النشاط اللي شغال ده. ودكتوره شيماء يا ترى سامعانا ولا لا؟ منورنا يا دكتور، اهلا بحضرتك. الله يخليك. ترى في صوره ولا مفيش؟ صوره فيديو واضحه تمام. طيب يا اهلا وسهلا بيكم. معلش انا في العربيه لان كنت في مشوار، بس برحب بيكم طبعا وبرحب بالطلبه اللي موجوده معانا، واتمنى ان شاء الله يكون ده فعلا حاجه يعني الطلبه تستفيد بيها. وبشكر حضرتك جدا على التعاون المثمر اللي ان شاء الله الطلبه تستفيد بيه، وطبعا بشكر الدكتوره شيماء جدا على المجهود المبذول ده طبعا. وان شاء الله يعني اتمنى ان بعد الموضوع ده نعمل حفله لنجاح الموضوع ده يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا دكتور، كفايه دعم حضرتك لينا ان شاء الله باذن الله. ازاي بس، حاجه جميله جدا، واتمنى يعني ان هو يكون فعلا الموضوع مثمر جدا يعني، وانا واثق من ده ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. الله يخليك يا رب، واشكر حضرتك جدا برضه يا باشمهندس، وان شاء الله لازم نلتقي على خير بقى ان شاء الله بعد ال الله يكرمك يا دكتور. الله يخليك يا رب، الله يخليك. انا هضطر استاذن علشان انا فعلا في الخارج دلوقتي. الف شكر حضرتك. الله يخليك يا رب، الله يخليك. شكرا شكرا يا دكتور، شكرا. سلام. عليكم السلام. جزاكم الله كل خير. هل في شير سكرين؟ نعم. طيب باشمهندس. ايوه دكتور. ايوه تمام. حضرتك احنا دلوقتي احنا نتكلم مع الشباب، بس نقطه هوضحها ان الهدف الاساسي ان الطالب يتعلم كل شمال البيم، علشان البلد كده يخطفوك في اي ورشه في اي شركه، مش عايزينك تطلع مهندس تقليدي بتعرف بدائيات الهندسه بس. علشان كده اخترنا اكتر تقنيه مشهوره واللي هو تقنيه البيم، تقنيه نموذجه معلومات البناء. وطبعا لا يفتى ملك المدينه، يعني باشمهندس عمر لحضرتك يعني هتستفيد تدينا معلومات اكتر واكتر عن البي اي اف، وهتفيد الطلبه في اي اسئله يعني. ومجموعه المسؤول اللي حضرتك بتزودنا دايما معلومات دي، فحضرتك ممكن بعد اذنك بقى يعني تبتدي كده شير للشاشه وتعرف الشباب. خلاص يا دكتوره باذن الله، شكرا لحضرتك يا دكتور. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا بس عشان نكون متفقين، اي حد عنده اي سؤال في اي وقت يتكلم فيه. انا مش عايز اعرض برزنتيشن ولا عايز اتكلم في حاجه خالص، انا عايز نتكلم مع بعض وندردش مع بعض وناخد اراء بعض. تمام، فمفيش اي مشكله، اي حد عنده اي سؤال في اي وقت من الان يقدر يسال ويقدر يوقفني ويقدر يقول لي لا انا عندي سؤال. فاي حد عنده سؤال قبل ما نبدا في اي حاجه في اي موضوع هو عايز يتكلم فيه، تمام، يعني انسوا ان في محاضره النهارده، محاضره اتلغت. اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نتكلم مع بعض وندردش مع بعض. تمام، يعني اي حد عنده اي سؤال او مش فاهم حاجه او ايه هو البيم دوت، مفيش اي مشكله، ممكن ندردش فيها ان شاء الله. تمام، طيب انا هبدا برضو افتح الشات. طيب موضوع النهارده هيدور عن ايه؟ النهارده هنتكلم على تكنولوجيا اسمها تكنولوجيا البيم. وزي ما بقول لكم اي حد عنده اي سؤال تحت امره في اي وقت وقفني وقول لي لا انا عندي مش فاهم ديت او انا عايز اعرف الموضوع دوت، مش مشكله خالص، مش مرتبطين بحاجه معينه. تمام، طيب التكنولوجيا البيم هي اكتر تكنولوجيا في المجال دوت. تمام، اكتر تكنولوجيا موجود في مجال المقاولات، هو عليه مستقبل، هو عمل طفره في مجال المقاولات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في تطور جامد جدا في موضوع الموبايلات، في موضوع السيارات، في كل المواضيع دي في تطور جامد. انما المقاولات لو انت لاحظت هتلاقي ان احنا من 50 60 سنه ما فيش اي فرق خالص، ما فيش اي اختلاف عن اللي هو كان بيدور قبل كده. يعني ما فيش حصل طفره زي الموبايلات. الموبايلات لو لاحظت من 50 سنه ما كانش في موبايلات، كان في تليفونات، فحصل فيه تطور جامد. انما المجال المقاولات ما فيش، السيارات فيه. في تطور جامد جدا في موضوع السيارات، انما المقاولات هي نفس العدد تقريبا اللي مستخدمه.
التطور الرهيب اللي حصل هو تكنولوجيا البيم. ولو انت بدات من دلوقتي وانت طالب او لسه حديث تخرج تخش في موضوع البيم دوت، هيبقى ليك مستقبل كويس جدا، مستقبل في كل حاجه يعني. ان شاء الله تلاقي فرص عمل كويسه جدا، هتقدر تنافس يعني لما تدخل المجال العمل وتلاقي يقول لك ما فيش فرصه ما فيش كذا، لا هتلاقي ان شاء الله فرص كويسه جدا. تمام. طيب لو انت لاحظت مثلا احنا قعدنا ناس كتيره اشتغلت مثلا انها ترسم على ورق او على حجاره او كذا، اللوحه دي بقى لها الاف السنين من العراق. مش عارف هل في حد هنا من العراق؟ في حد مشرفنا من العراق؟ طيب هي العراق من طبعا فيها حضارات كتيره جدا زي مصر. تمام. طب لو حد هنا من كينج ماريو بس يدوس واحد عشان بس نشوف في كام واحد كده من كينج ماريوت، اغلبيه ولا؟ طب تمام، في عدد كويس يعني. تمام. طيب في فيلم حلو قوي اسمه حبيبتي بابل، كان ليحيى الفخراني، بيدور حوالين مصر والعراق، هو اول فيلم انتاج مشترك بين مصر والعراق، والفيلم ده كويس جدا للي عايز يدرس حضاره. لازم تدرس حضاره الدول المجاوره ليك وبالذات يعني بلاد الرافدين وهكذا. وطبعا العماره بنعتبرها هي الفن الاول، وبنعتبر السينما هي الفن السابع. فهتلاقي جزء كبير جدا من السينما بيبقى مهم جدا في موضوع العماره. يعني في افلام انا ما بفهمش حاجه من القصه، مركز بس في العماره اللي حواليا، حاجات زي كده، زي فيلم اجوره مثلا، ده كان بيدور في اسكندريه، فيلم رائع. تمام. طيب فاحنا هنتكلم مثلا على ليه الناس معتمده على تكنولوجيا البيم، وانا منتظر الاسئله بتاعتكم. انا هتكلم لحد ما حد يدخل يقول لي اقف، احنا عايزين نسال اسئله. تمام. والاسئله اهم بكتير من الكلام اللي احنا نقوله. طيب الصناعه دلوقتي كل واحد مهتم ان هو يبني مبنى يونيك، مبنى فريد من نوعه، مبنى ما اتبناش قبل كده. فايه اللي دراك ان المبنى ده هيعيش مش هيعيش، هيبقى فيه مشاكل؟ فلازم تعملوا سيموليشن. فافضل حاجه تعملها سيموليشن ان انت تبني المبنى ده بالبيم وتشاركه مع بقيه الناس. فلذلك مجال العماره والتكنولوجيا بدا يدور على حلول المشاكل اللي عنده. تقريبا انا بعمل مقاله دلوقتي عن المشاكل، فتقريبا ما يقارب مثلا من 35 مشكله. تمام. وان شاء الله هنشرها قريب في بيم اريبيا لو سمحوا، يعني عشان هم بيطلعوا عليا في نشر المقالات. تقريبا 35 مشكلة دول واجهوني فعلا حقيقي في الشغل الحقيقي في مشاريع حقيقيه، والحلول بتاعتهم كانت موجوده في البيم. يعني اوجد لي حلول كتيره جدا ان انا ابقى عندي موديل للمبنى. تمام. زي مثلا المشروع دوت من اعقد المشاريع اللي ممكن تشتغل فيها. ده عباره عن متحف فيه تفاصيل كتيره جدا، والناس قالوا المشروع ده مستحيل كان يتعمل من غير تكنولوجيا البيم، لان فيه تفاصيل كتيره جدا وما ينفعش تحط اي حته ستيل مكان حته ثانيه. تمام. ده التطور هوت في صناعه العربيات والموبايلات، عمال يبقى فيه انتاجيه تزيد، انما الشغل المقاولات هو اول ما حصلش فيه طفره. تمام. اللي حصل فيه طفره ان بدا يبقى عندنا البيم، بحيث ان انا لو عملت سيلكت على اي عنصر يبدا يجيب لي المعلومات الخاصه بالعنصر دوت، سواء مثلا معماري انشائي كهروميكانيكال. التخصصات ايه عندنا دلوقتي في الجروب؟ مين معماري ومين انشائي ومين كهروميكانيكا؟ تمام. طيب مين اللي عنده اسئله؟ انا عايز ادخل في الاسئله. لو حد عنده اسئله انسوا المحاضره، الغوا الموضوع المحاضره والحضور والانصراف والكلام دوت، عايزين نشوف الاسئله بتاعتكم قبل ما اكمل. هل في اي حد عنده اسئله؟ او حد عايز يقول لنا تعريف في البيم مثلا؟ يا ريت لو حد عنده تعريف حلو للبيم نستفاد منه ان شاء الله. طيب النظام البيم هو عباره عن فلسفه. في باشمهندس محمد هشام بيسال عن البيم. البيم هو عباره عن فلسفه او تقنيه. تمام. مش هنصح ما تقول تقنيه. عباره عن ايه؟ ان انا عايز احط كل معلومات المبنى على الكمبيوتر. تمام. بحيث ان انا في اي لحظه عايز اي معلومه الاقيها. تمام. هنرجع كده للصوره ديت اللي هي صوره الهرم. ركزوا في صوره الهرم او في صوره المبنى دوت. تمام. هو عباره مش برنامج، يعني مش بتسطب، يعني انت مش ما فيش برنامج اسمه بيم بتسطبه. هو فكره معينه ان انا عايز احط معلومات المبنى على قلب كمبيوتر، بحيث لو انا قلت له عايز حصر يجيب لي الحصر، لو انا قلت له عايز يجيب لي مثلا الكلاشات يجيب لي الكلاشات. تمام. فهي دي فكره من موضوع البيم.
تمام. فهي الفكره كلها ايا كان السوفت وير اللي انت بتستخدمه، المهم لو في اي لحظه عايز تجيب الحصر يجيب لك الحصر، في اي لحظه خدت سيكشن يجيب لك كل المعلومات الخاصه بالموضوع دوت. حللنا مشاكل كتيره جدا. انا شغال في المجال بقى لي فتره من قبل ما البيم ده يظهر، تمام. في سؤال حلو قوي علاقته بالاتصالات هنتكلم فيه دلوقتي ان شاء الله، تمام. هدرس في قرن السؤال ده. فكنا نشتغل باسلوب الكاد وباسلوب البيبر والحاجات دي كلها، فكان بيضيع وقت كتير جدا. وكان مثلا تلاقي عندك لو المشروع كبير 5000 ملف وعامل لينكات بين بعض، ولما تحصل مشكله ما تظهرش هنا. انما لما اتجهنا لموضوع البيم دوت بقى عندي ملف فيه كل معلومات المشروع، لما اغير حاجه في الدور الاول تتغير في الدور الثاني، تتغير في الدور الثالث، تتغير في المعماري والانشائي والكهروميكانيكال. يعني لو انت مثلا عندك مثلا فتحه معينه، فلما غيرها من هنا تغير هنا في كل حته، تمام. طيب في سؤال بيقول هل الموضوع ده له علاقه بالاتصالات ولا العماره بس؟ هو له علاقه. طيب ليه علاقه بمعماري وانشائي وكهروميكانيكال واتصالات، بيستخدموه كتير قوي في موضوع السمارت هوم. طب السمارت هوم ده اصلا من زمان، بس كنا بناخد وقت كتير جدا على ما نجهز اللوح بتاعتنا للسمارت هوم، او مش السمارت هوم كمان، في حاجه ثانيه اسمها ايه، ان المبنى يبقى فيه فاسيلتي مانجمنت. يعني عندنا مثلا فندق، تخيل ان انت تروح فندق انت كنزيل وتروح للفندق، تمام. فاول ما تدخل على الفندق مثلا تلاقي ان اللمبه باظت، لا هو تبعت تعمل شكوى، لا هو اوتوماتيك اول ما حاجه تبوظ يبدا يشوف الحلول بتاعتها. لو اي حد عنده سؤال وعايز يتكلم صوت يعمل رايز هاند ويسال براحته، تمام. فاحنا على موضوع السمارت هوم وموضوع الفاسيلتي مانجمنت كان بياخد جهد كتير جدا عشان نعمله. فاسيلتي مانجمنت يعني اداره المبنى. لو انا عندي مبنى 1000 غرفه، فاي غرفه فيهم تحصل فيهم مشكله في الميه، في الكهرباء، في التليفون، يبعت لي رساله يقول لي خلي بالك ان في مشكله. ممكن يبعت الرساله دي اوتوماتيك للراجل اللي بيصلح، ممكن اوتوماتيك يديني على الموبايل ان انا اقفل وافتح الراوتر على اساس ان انا افضي المشاكل اللي فيه ويبدا يشتغل من جديد. ففي حاجات كتير جدا اصبحت اقوى لما استخدموا في الفاسيلتي مانجمنت موضوع البيم. لذلك في دول كتيره جدا اصبحت الفاسيلتي مانجمنت وموضوع كوبي ده الزامي، لازم تقدم للمبنى. زي بريطانيا مثلا يقول لك انت لازم تقدم ملف كوبي. ملف كوبي ده كونستراكشن اوبريشن بيلدينج انفورميشن اكسشينج، يعني ملف كده عباره عن ملف اكسل فيه كل المعلومات الخاصه باداره المبنى حسب النظام اللي انت شغال عليه. في بعض الانظمه يقول لك لازم تحط لي كل المعلومات الخاصه بالحدائق مثلا او الاشجار بحيث ان ليها موعد للري وهكذا، تمام. طيب هي الفكره كانت موجوده وبقت اقوى مع البيم. يعني فكره ان انا اعمل سمارت هوم بدل ما انت تبقى عندك حاجه كده 2D، لا انت عندك 3D فتقدر تشوفها اكتر، تقدر تعدل اكتر. البرنامج بقى فاهم ان دي حوايط، ما بقاش الاول عنده خطوط وهكذا. فرق كتير جدا 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 يعني، تمام. طيب اولا مش دكتور، تمام، تصحيح. يعني بتقول مثلا متحف الحضاره، كان في مشاريع درجه التعقيد بتاعتها لازم تتعمل بالبيم، تمام. المبنى دوت كان احنا اول ما شفنا التصميم بتاعه لجان نوفل قلنا المبنى دوت مبنى خيالي. تعرف بعض المهندسين الافاضل ممكن يعمل حاجه شكلها فريد، بس لما تيجي تحاول تنفذها ما تنفذش، لان هو كان عاملها كتصميم جميل شويه وشكله حلو وكل حاجه، بس هو مش معمول عشان يتنفذ. فاحنا قلنا المبنى ده خيالي ومش هيتنفذ وحاجات زي كده، لان هو فيه درجه تفاصيل رهيبه جدا. فهو لما انا كنت ساكن جنبه كذا سنه يعني، فلما شفناه فعلا على ارض الواقع ذهلنا وسالنا، فقالوا لا ده فعلا ما كانش هيتنفذ غير بالبيم، وما كانش هيتنفذ الستيل بتاعه غير ببرنامج اسمه تكلا لدرجه تفاصيل رهيبه، تمام. في مثلا مشروع برج العرب اللي هو موجود في الامارات، كان في مشكله ان هو على جزيره والامواج شديده والحاجات دي كلها، فعشان يتاكدوا ان المبنى هيفضل قائم ومش هيحصل الامواج تكسر الزجاج والحاجات دي كلها، بداوا يعملوا سيموليشن. فعشان تعمل السيموليشن دوت من غير البيم كلفهم كتير جدا، تمام، عشان تعمل موديل وتعمل كهف، والكهف ده تمشي فيه امواج رهيبه وتعمل ازاي بالظبط كلف كتير جدا. فتقنيه البيم تقدر تعمل الموضوع دوت. طيب نقدر نقول ان اول مبنى في التاريخ خد فكره البيم، تمام، هو الاهرامات، بس مش على الكمبيوتر. هو قال لك انا بدل ما اقعد اعمل مبنى والرئيس نفسه هيجي يفتتحه وبعد كده ممكن يقع فيعدموا المهندس المعماري اللي عمله، لا احنا هنعمل هرم اصغر. فبدا يعملوا هرم واثنين وثلاثه يجربوا ويشوفوا هيعيش ولا لا،
ففكره الاهرامات الصغيره دي اولا تكلفه كبيره جدا، ممكن تكلفه العناصر اللي انت بتعملها دي عشان تشوف فكره الهرم والحاجات ديت ممكن تكلف قد سعر الهرم نفسه، فتكلفه رهيبه جدا، وتجيب العمال وتسهرهم ويحركوا، انما على الكمبيوتر انت ممكن تعمل سيلكت وتحرك وتغير وكل حاجه. تمام؟ ففكره الهرم هو عمل الموديل وبدا يشوف المشاكل وبدا يحل المشاكل والحاجات دي كلها، فكلفت وقت وفلوس وجهد وتعب كتير جدا، بس كان لازم يتاكد عشان ما يعملش مشروع يبقى فيه اي غلطه. فلو انت رحت مكان جنب الاهرامات الثلاثه هتلاقي اهرامات كتيره جدا اتبنت قبل الهرم، ممكن لملوك تانيين، وفي بعضهم اتعمل عشان ايجار فكره الهرم، لان فكره الهرم. طيب باشمهندس محمد عنده مداخله، اتفضل باشمهندس محمد. السلام عليكم باشمهندس، ازي حضرتك؟ نعم استاذنا اتفضل. باشمهندس دلوقتي معلش يعني انا عشان البيم طبعا حضرتك زي ما حضرتك فاهم هو بحر، تمام؟ تمام. فانا يعني في الخطوات انا قسم مدني، ففي الخطوات مثلا هنتكلم على منشأ عمارة مثلا، اما اجي اعمل عمارة اول حاجة البلانينج، ثم ان انا بعد كده بعمل ديزاين او ستراكشر اناليسيس في الاول، بعد كده ديزاين، وبطبع لوحات التنفيذ بحيث ان انا ايه خلاص مهندس تنفيذ هيطلع بالعمارة. البيم بقى بيضيف لي ايه؟ او يعني مثلا لو انا هشتغل بسياسه البيم، ايه الخطوات اللي انا هعملها يعني بالتوازي مع الخطوات دي؟ جميل جدا، نفس الخطوات دي اللي انت هتمشي عليها، بس بدل ما انت كنت بتشتغل على نظام الكاد هتشتغل بنظام البيم. تمام؟ فبدل ما انت كنت ترسم اللوح لا هتقدر تستخدمه، وهتلاقي بعد كده في تكنولوجيات كتيره جدا دخلت معاك ما كانتش هتدخل لو انت اشتغلت بنظام البيم. يعني على سبيل المثال مثلا موضوع فيرتشوال رياليتي، موضوع ان انت تشوف المبنى، موضوع ان انت تعمل تحليل انشائي. يعني انت بدأ تعمل، انت بعد ما بترسم الموديل على الكاد بتبدا ترسمه مثلا على الثاب او روبوت او اي حاجه من الحاجات ديت او تابس او كل الحاجات دي كلها، لا اصبح الموضوع ان انت ممكن تعمل الموديل مره واحده، تمام؟ وبعد ما تعمله تدخله على برامج كتيره جدا، تدخله مثلا على نفس الموديل اللي انت عملته على البيم تقدر تدخله على كل برامج التحليل الانشائي، تقدر تدخله على كل برامج التحليل الحراري، تحليل الشمس، تحليل الظلال، حاجات خاصه بالسي اف دي اللي هي الهواء هيمشي منين والحاجات دي كلها. فبتعمل موديل مره واحده، كان الاول كنا بنعمل 50 60 موديل عشان نبدا نجرب، زائد ان البرنامج نفسه فاهم انا عايز اقول ايه. تمام؟ فمعنى ايه فاهم؟ فاهم ان دي حوايط، فاهم ان دي مثلا اعمده انشائي، فاهم ان دي اعمده معماري ما لهاش، ما تقدرش تشيل تقل فوقيها وكده. فلو انت قلت له اعمل تحليل هيجي يطلع بعمل بشكل سهل وبسيط وسهل التعديل فيه. وممكن دلوقتي بقى فيه ذكاء صناعي، يعني ما دام هو فاهم الفكره دي، طب انا ممكن اقول له ايه اعمل لي توزيع معين، فهو يبدا يفهم ان انا هوزع الحاجات ديت. الجهد اللي انت بتعمله ممكن تسيب جزء منه على الكمبيوتر، مش كل الشغل، بس تقدر تقول له ايه طب وزع لي مثلا الاعمده بشكل فلاني، فهو فاهم، عكس الاوتوكاد. الاوتوكاد ما تقدرش تتعامل معاه على ان هو فاهم انت عايز تقول ايه. تمام؟ طيب ايه البرامج اللي انت ممكن تستخدمها بالنسبه للمهندس انشائي؟ مثلا اهم برنامجين دلوقتي مثلا برنامج الريفت وبرنامج تكلا. مثلا تكلا قوي جدا في الحاجات الانشائيه. تمام؟ تمام. شكرا يا باشمهندس. الله يكرمك يا باشمهندس. طيب بالنسبه للبرامج ففي برامج كتيره جدا جدا حسب اللي انت عايزه. يعني هي الفكره ان في حاجات كتيره جدا، في مثلا برامج خاصه بان انت تعمل الموديل. تمام؟ لو انت عايز تعمل موديل عندك مثلا برنامج كل طبعا قسم ليه برامج خاصه بيه، بس اشهر برنامج مثلا برنامج الريفت مثلا، تمام، عشان تطبق الحاجه ديت. في لو انت معماري ممكن تشتغل على برنامج اركيكاد، ده من البرامج، من اول البرامج اللي اشتغلت في موضوع البيم. على فكره يعني فكره البيم اتعملت تقريبا سنه 1962 كفكره، ان احنا نقدر ندخل الموديل ونحط كل التفاصيل والحاجات دي كلها. تمام؟ بس كان الكمبيوتر مش بالقوه اللي موجوده دلوقتي، فما كانش تقدر تدخل المعلومات ديت. بداوا تقريبا اول تجربه للموضوع ان هم يعملوا برنامج للبيم مثلا، يعني نقدر نقول ايه في منتصف السبعينات كده، بداوا اركي سوفت تبدا تحط تعمل زي بيزر كده للاركيكاد. تمام؟ وبدات بعد كده اوتوديسك تعمل برنامج بديل للريفت، وبعد كده اشترت الريفت فبدات تعتمد عليه. بس مش هو دي البرامج بس، في برامج خاصه مثلا باضافه البعد الرابع والخامس. باشمهندس عبد الله اتفضل. باشمهندس لو حد عنده سؤال يتفضل.
طيب اي حد عنده سؤال يعمل راس هاند او يكتب، وان شاء الله الاسئله بتاعتكم اهم من الكلمه اللي انا هقولها. تمام، اتفضل استاذ عبد الله. الو، طيب لو احنا جينا نقارن بين الشغل في الكاد والبيم، طبعا بنقارن بين ناس تكون شغالين بيم وناس شغاله كاد، مش بنقارن بين واحد شغال كاد بقى له 10 سنين وواحد شغال بيم مثلا بقى له سنه او شهر او حاجه كده. فلقينا ان هو في كل المراحل البيم بيوفر معايا وقت كتير جدا، بيوفر معايا في مرحله سكيماتيك مثلا تقريبا 50%، دي احصائيه رسميه موجوده اهي. تمام، مش بتخيل حاجه او مش بقول اي كلام. تمام، دي احصائيه علميه. في مرحله الديزاين، في مرحله الكونستراكشن، في مراحل معينه بيقدر يوصل ل 91%، بيقدر يوفر لي بدل ما بشتغل 100 ساعه لا بشتغل 10 ساعات. تمام، ازاي الموضوع دوت؟ ازاي الموضوع دوت؟ ان في مرحله الكوردينيشن انا بضغط على زرار بيقول لي الكلاشات فين. انا قبل كده اشتغلت في مشروع اللي هو الديار القطريه اللي موجوده على الكورنيش بدون ذكر اسامي المشاريع يعني. المشروع دوت كان مثلا احنا مش كنا شغالين كاد، كان في جزء منه بيم وشغل كاد وكده، فانا كنت شغال في الجزء اللي هو بتاع كاد. فكل ما بتحل مشكله في مكان انت حركت مثلا حاجه معينه وليكن مثلا خط تكييف ضرب في مكان تاني، وانت المكان التاني فحصته فمش ترجع له تاني، كان مشروع ضخم كبير. تمام، انما في البيم انت كل مثلا بعد ما حليت المشاكل تقول له اعمل تشيك، فيقول لك لا في مشكله ظهرت تاني لما انت مثلا حركت العمود. فبيعمل لي مجرد ان انت عرفت فين المشاكل انت كده حليت المشاكل، كده وصلت 50% من الحل. ان انت بتدوس على زرار في قلب اي برامج البيم، تمام؟ بيقدر يقول لي كل المشاكل الموجوده فين. البرامج دي احنا شغالين بيها بشكل قوي جدا، يعني هتلاحظوا ان انا حاليا مثلا شغال اهوت فاتح كذا مشروع، تمام؟ فاتح ده مثلا حاجه اسمها كام ضغط، ده بيقول لي تقسيمه الشغل بتاع التكييف، ان انا هبعته المصنع ياخد الارقام ويصنع الحاجات دي كلها. التكنولوجيا اللي هي الفابريكيشن اللي هو ان انا اصنع حاجه في المصنع وبعد كده ابعتها تتنفذ، تمام؟ فرق كتير جدا جدا، اولا من ناحيه سيفتي، ان المصنع سهل جدا ان هو يراعي ان ما يحصلش مشاكل وتقطيع الكتروني وتقطيع بالكمبيوتر والسي ان سي والحاجات دي كلها. انما لما تعمل حاجه في قلب الموقع ممكن تحصل حوادث كتير جدا، لان هو غير مهيئ او غير مجهز لكده، تمام؟ طيب انا سعيد بالاسئله اللي موجوده دلوقتي، هحاول اجاوب عليها. تمام، فدي تكنولوجيا من ضمن التكنولوجيات، ما كانتش هتبقى موجوده بالقوه دي غير لو انا شغال بتكنولوجيا البيم. تمام، موضوع النفس وركس برضو او السينكرو والحاجات دي كلها، استفادت كتير جدا من تكنولوجيا البيم، وبدات تدخل معانا ان انا اضيف البلاننج بدل ما هو كان ارقام، لا وبقيت ادخله واشوف الفور دي اشوفه بيتعمل ازاي وهكذا. تمام، طيب كل ما تقول لحد تكلا يقول لي بره مصر، ليه مش منتشر جوه مصر غير قليل؟ بص ده الفضل، يعني انا هتكلم شويه كلام صريح جدا، هو موضوع الدعايه. في شركه بس قويه في الدعايه جدا، فهي منتشر جدا في الشرق الاوسط، بس برنامج تكلا حقيقي لما بتشتغل عليه هو موجود في مصر، في شركات كتير شغاله بيه في مصر، بس لما بتشتغل عليه بتلاقي فيه دقه جدا في التفاصيل وقوي جدا. تمام، اوتوديسك ممكن تكون البرنامج مش هي بتشتري البرامج وتسوق لها، ممكن يكون البرنامج مش معاه فالناس مش شغاله بيه خالص، اول ما تشتريه تلاقي كل الشركات بدات تعتمد عليه وبدات تقول ان هو افضل برنامج في الكون. تمام، طيب ايه المشاكل اللي ممكن تواجه الهرم وقدر انه يحلها البيم؟ ما هي المشكله مثلا ان انا عايز اتاكد من هو هيستحمل او لا، عايز اعمل تحليل للاستراكشر. تمام، المباني دي ما اتبنتش كده، لا يعني كان في علوم فيها وفيها حاجات اداريه وفيها الحاجات دي كلها. تمام، طيب احنا لو عايزين نبني الهرم دلوقتي نقدر نبنيه؟ انا بسالك سؤال ويا ريت الناس تجاوب عليه، هل عندنا امكانيات في العصر الحالي ان احنا نبني الهرم؟ تمام، ممتاز، ممكن نبني الهرم. طب ليه ما نبنوش؟ ده الفخ بقى، ليه احنا نقدر نبني الهرم ومع ذلك ما حدش عامل مشروع ان هو يبني هرم تاني او رابع او كده؟ طيب من ناحيه ان احنا لا هو في مباني مبنيه قبل كده وتحاول تبنيها تاني، يعني مفيش اي مشكله خالص ان انت تقرر زي مثلا حضرتك بابل ممكن ناس كتير تكون عملتها. طيب الفكره كلها ان في دراسه جدوى بتتعمل، هل المبنى دوت هنقدر نبنيه؟ اه هنقدر نبنيه.
التكلفه بتاعته زمان كان الملك هو اللي بيصدر الاوامر، فمش مشكله هيكلف قد ايه. تمام، ايوه مشكله ميزانيه وقت وهنستفاد منه بيبقى قد ايه. هيتبني هياخد منها مثلا 20 سنه، تمام، بس هنستفاد منه ايه؟ ما فيش استفاده. الناس بتيجي للهرم ده لانه بقاله سنين جدا، تمام، فمش هتقدر تخلي الناس تسكن فيه. فاحنا ممكن نعمل له محاكاه للمشروع ونشوف المشروع دوت من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها دراسه جدوى. فدراسه الجدوى يقول لك لا الهرم مش هيفيدنا، من ناحيه ان احنا نقدر نعمله بالخرسانه، بنعمله بالحديد، بنعمل الحاجات دي، ينفع كده. بس الفكره كلها الفائده بتاعته ايه؟ دراسه الجدوى بتاعته. انا مش بعمل مشروع خلاص، قبل ما اعمل مشروع هيجيب لي عدد دي، تمام. طيب كان في اداره مشاريع، كان في اداره مشاريع في بناء الهرم، بس الاختلاف ان هو ما كانش مقيد بوقت ولا مقيد بفلوس. انت دلوقتي لما تيجي تعمل مشروع بيقول لك لا انت مقيد بوقت معين لازم تخلصه قبل ما الرئيس تيجي فتره الانتخابات بتاعته، فلازم تخلصه خلال سنتين او ثلاثه، او انت مقيد بميزانيه معينه. ما فيش حد هيعمل مشروع غير لما يقول لك انت مقيد بحاجه معينه. الوحيد اللي كان طيب وكان بيقول لك يعني كل ما واحد يفشل في مشروع يقول اديله مشروع ثاني وثالث ورابع وما تفرقش معاه الفلوس، ابو الغضب في ماسنجر، تمام، كان الوزير وكان ياخد الالي يكسره ويجي وما فيش اي مشكله خالص. انما في الحقيقه لا، هيقول لك فين الميزانيه وكذا كذا كذا. طيب طيب ال 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 السؤال، انا كطالب معماري واصل لمرحله كويسه في الريفت وعايز اعرف ايه البرامج اللي اربط بيها المشروع بعد الريفت، يعني انافس بيه ازاي اربطه بالريفت، وهل الداينامو؟ بص الداينامو هي لغه، هي برمجه بدون لغه، يعني مش بتكتب شفرات واكواد الا لو انت عايز تدخل في موضوع البايثون، بس ممكن تعمل برنامج قوي بالداينامو من غير ما تكتب فيه شفرات او تكتب فيه اكواد او تكتب فيه بالسي شارب او البايثون. بس لو كتبت هيوفر عليك وقت كتير قوي. فمن جميل جدا ان احنا نبدا نتعلم لغه برمجه. لازم يا اخوانا بعد اذنكم تقوي نفسك في الانجليزي وتقوي نفسك في لغه البرمجه، تعلم لغه البرمجه هتفيدك كتير جدا وتوفر عليك وقت كتير قوي وهيبقى ليك فرص حلوه. ممكن تربطه بايه؟ انت طالب معماري ممكن تربطه ببرنامج مثلا يعمل اظهار معماري كويس، تمام، زي مثلا برنامج توين موشن. توين موشن بيسطب على الريفت بقوي جدا، اليومن مثلا من البرامج القويه جدا، وهكذا. دي يعني انت بتشوف الريفت بيعمل لك ايه، وبعد كده تشوف ايه الحاجات اللي ما بيعملهاش، وتبدا تشوف البرامج البديله اللي ممكن تعمل لك الحاجه دي. الورشه، لا الورشه دي بنعرفك بس موضوع البيم. احنا حاطين كورسات كافيه على تعليم الريفت على قناه بتاع بيم اريبيا، ولو عايز تتعلم من اي مصدر ثاني مفيش اي مشكله خالص. المهم احنا هنعمل لك سبورت. يعني ايه سبورت؟ لو اي حد عنده اي مشكله تعالى ونحلها معاك، وهدخل انا على برنامج زوم ونبدا نحلها مع بعض. الفيديوهات موجوده، احنا عايزين بقى نشوف مثلا حد عنده مشكله. لو في فيديو مش موجود قول لي وانا اعمل لك فيديو اثنين وثلاثه. لو انا ما اعرفش هشوف لك حد قوي جدا في الحاجه دي، يعني بتوع اتصالات عايزين ذكاء صناعي، فاتفقنا مع كذا واحد هيشرح ورش وكذا ورشه في موضوع الذكاء الصناعي بحيث الناس كلها تستفاد منها. لا هنرشح لكم شويه كورسات، ولو اي حد عنده كورس حلو ممكن نرشحه. وفي ناس بتوع المنصوره عملنا معاهم ورش كويس جدا وطلعوا منتج كويس جدا هنستفاد منهم كتير. طب هاخد بس مدخل المهندس فادي وبعد كده نرجع للاسئله ان شاء الله. السلام عليكم باشمهندس عمر. وعليكم السلام استاذ الفاضل. اهلا بحضرتك، عامل ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا باشمهندس، احنا دلوقتي البيم والتطوير كله في مجال الهندسه المعماريه والهندسه الانشائيه. بالنسبه لينا احنا كمجال اتصالات كده، احنا ما اضافش بيم لينا حاجه، بل هو ساعد بس مهندسين عماره ومهندسين مدني على ايه؟ تفادي الاصطدام معانا احنا. تمام؟ طيب بص يا استاذ الفاضل، تمام اتفضل كمل. الفائده برضو اول اضافه، اول فائده كلها برضو عايده على المانجر بتاع المبنى فيما بعد كده، يعني في الاداره، واكيد هتستفيد استفاده الملك. يعني الملك هيستفيد جدا من البيم، لكن احنا كاتصالات ده شغلنا من زمان، او ما فيش تطور حصل عليه نتاج اضافه البيم لينا. يعني حلو، جميل جدا. طيب بص استاذ فاضل، في سنغافوره مثلا، سنغافوره عاملين هم حاجه قويه جدا، يا ريت بس اشوف لك الفيديو بتاعها. زي كده هو عاملين حاجه اسمها ديجيتال توين. دي تكنولوجيا ان انت بتعمل نموذج من المبنى جوه الكمبيوتر بتاعك، تقدر تشوف كل حاجه موجوده. تمام، انا اشوف لك الفيديو اللي انا عايز اوريه لك. حاجه الصراحه خطيره جدا.
ان انت كاتصالات بدل ما كنت بتستخدم تكنولوجيات معقوله، لا بقيت تلاقي عندك تكنولوجيات قويه جدا تقدر تحل لك المشكله دي. تمام. طيب خلينا نشوف كده حاجه سريعه. هو انت مش مطلوب منك ان انت تعمل الموديل بيم، انت مطلوب منك بس ان انت ايه تاخد الموديل وتربط بيه الحاجه بتاعتك. تمام. طيب او فكره اضافه ال 5G يا دكتور، اللي هي فكره ان تجميع الداتا، يعني الاضافه الجديده مثلا في الربط المبنى اللي هو تجميع الداتا بتهيألي. يعني هو البرامج بتاعتك اللي هي برامج اللي هي اداره المبنى والحاجات ديت بتبقى اقوى وتستفاد اكتر بموضوع ان انا يبقى عندي موديل 3 دي فيه كل المعلومات اللي انت عايزها. لما تيجي تعمل سيلكت بيجيب لك الحاجات اللي انت عايزها، يعني ممكن تعمل سيرش مثلا طب انا عايز كل البرامج الويت اريا فيجيبها لك كلها وفاهمها وفاهم الحاجات دي كلها. احنا اصلا عشان ندي يعني لما كنا بنشتغل عشان ندي المعلومات ديت بالكاد للناس اللي هم بتوع الفاسيلتي مانجمنت كنا بنقعد مثلا شهرين ثلاثه، دلوقتي لا اصبح الموضوع ان انا بدخلها اثناء الشغل واضغط على زر واحد فيخرج لك الملف تبدا تشغل فيه بدون اي مشاكل خالص. فاصبح في توفير كتير جدا في موضوع الوقت وموضوع الجهد والحاجات دي كلها. تمام يا باشمهندس. تمام. واصبح موضوع في سمارت سيتي، يعني سمارت سيتي ديت المدينه كلها اقدر اديرها كلها من خلال الديجيتال توين مثلا. تمام. بتلاقي وقت كتير جدا، بتوفر معاك وقت وتوفر معاك جهد وتوفر كل حاجه. فدي تكنولوجيات موجوده خطيره جدا، بتوفر شغل معانا وبتدينا جهد كتير قوي. لو انا قعدت اعملها بالاسلوب العادي بياخد وقت وبياخد جهد وبياخد ما بيبقاش دقيق، انما بالبيم لا بتلاقي كل المعلومات اللي انت عايزها. وبعدين الفاميلي نفسها بتبقى فيها كل المعلومات، تعمل سيلكت على الفاميلي تقدر تعرف هي موجوده في انهي مصنع، موجوده مين اللي عملها، اشتغل فيها، الحاجات دي كلها. فانت هتلاقي طبعا. يعني في جزء كبير جدا في الفاسيلتي مانجمنت مرتبط جدا بموضوع البيم، موضوع الفابريكيشن، موضوع الحاجات دي كلها. فما تقلقش يعني هتلاقي الادوات اللي تساعدك في الموضوع دوت. الله المستعان. الف شكر يا باشمهندس. الف شكر. الله يكرمك يا باشمهندس. طيب كان في حد بيسال لو انا معماري عايز اتعلم البيم. بص اهم حاجه في التعليم سواء خدت كورس، تمام، الكورس بيبقى مفيد جدا يعني لما تحضر مع المحاضر وتسال وتعمل بيبقى مفيد جدا اكثر من الفيديوهات، لان بيبقى في ان انت تقدر تسال وكده. بيبقى مفيد جدا ان انت تعمل حاجه بايديك، يعني تعمل مبنى واثنين وثلاثه واربعه هتلاقي ايديك خدت على الشغل دوت. فاحنا بنحاول ان الطلبه كلها قبل ما تتخرج يبقى عمل مشروع واثنين وثلاثه بايديه، فلما يروح يقدم في الشغل ما يتقالهوش ان انت ما عندكش خبره، لا بتاخد الحاجات دي وتعملها في بورتفوليو وهنشوف ازاي نعملها. مجرد يعني حاجه بسيطه جدا باور بوينت تبدا تحط صور للشغل بتاعك وتبعته، فالراجل بدل ما بيلاقي السي في فاضي ان واحد لسه حديث تخرج، لا بيلاقي الراجل ده شغال في مشروع واثنين وثلاثه وعنده الخبره، فبيوفر معاك وقت. فاحنا كده جاوبنا على السؤال لما اروح للانترفيو ويقول لي انت ما عندكش خبره، لا انا عندي الخبره قبل ما اتخرج عملت مثلا مشروعين ثلاثه. تمام. حتى لو المشاريع دي ما كانش فيها مقابل او يعني ما كانش مشروع حقيقيه، بس انت فاهم الشغل وديك واخد على الشغل، فمش هيطلع مش هيتعب في ان هو يبدا يشتغل معاك. كطالب حديث التخرج تبقى اهم حاجه ان انت تبدا تفهم الريفت، تبدا تعمل مشروع واثنين وثلاثه، حتى لو المشروع ده مثلا البيت بتاعك تبدا تتخيل تعمله. اول مشروع اشتغلت فيه بيم كان حاجه بسيطه خالص، مجرد بس ايه ثلاث اربع غرف كده وبنعمل لهم الشغل بتاعهم، فمش مهم حجم المبنى، المهم ان ايديك تمشي وبعد كده تاخد مشروع واثنين وثلاثه، وبعد كده تبدا تشتغل مع زمايلك. يعني لو انت معماري تشتغل مع واحد انشائي وتشوف هتتبادلوا المعلومه ازاي. لغه برمجه معينه، لما سالت عن لغات البرمجه اهم لغتين ممكن تتعلمهم هو البايثون والسي شارب، دول اهم لغات برمجه موجوده في المجال او اللي هتفيدك. البايثون مفيده جدا في موضوع الذكاء الاصطناعي، السي شارب مفيده لو انت عايز تبرمج حاجه جوه الريفت او جوه النكس وركس او جوه التكلا والحاجات دي. ازاي تعمل البيم بطريقه فعلا كمهندس مدني؟ ان انت تبدا تفتح مثلا برنامج زي ريفت او تكلا وتبدا تعمل مشروع بايديك. يعني لو انت قعدت تسمع الاف الفيديوهات وما اشتغلتش بايديك مش هيفيدوك، لو سمعت افضل واحد عمل الشرح مش هيفيدك، انما لو اشتغلت مع واحد شرحه بسيط خالص وبدات تطبق هيفيدك اكتر بكتير. لغات البرمجه اللي ممكن تفيدك، هو الريفت بتشتغل جواه باربع لغات برمجه. الافضل جوه الريفت السي شارب، هو ده اللي هتلاقي
تطبيقات كتير عليه وهتلاقي اسهل معاك في الشغل. انما هو بيشتغل بلغه برمجه اسمها روبي والبايثون والفيجوال بيزك والسي شارب. بس الافضل لو انت عايز تتعلم حاجه خاصه بالريفت سي شارب. طيب حاليا في حاليا مع مشاركه العمل بين مهندسين معماري والمدني وميكانيكا اتصالات. بص احنا عندنا في تكنولوجيا البيم سهل جدا تعرف مكان المشكله فين، فده بيبقى سهل جدا. وفي برامج بتبقى موجوده اساسا مش بتكلم عارفه، بس انت ممكن تسطب اداه او تولز او ادنس جوه الريفت تجيب لك حلول للاخطاء. يعني هو مش هيقدر يحل لك الحاجه من نفسه. ليه؟ لان ده غلط. بفرض مثلا ان انت عندك كاميرا خابطه مع ساق تكييف او مع بايب او حاجه من الحاجات دي، فممكن تعمل لها مثلا فتحه وتعدل الحاجه دي، تمام؟ وممكن تنزل تعدي من تحتيها، وممكن تاخدها من، يعني ليها حلول كتيره جدا. فاللي يختار الحل ده لازم يكون الانسان، ما اقدرش اسيبها للكمبيوتر. الكمبيوتر بيديني حلول، بيديني 5 حلول. في مثلا برنامج اسمه ماجيك كات ده بيجيب حلول. في كذا ادنس بتتسطب جوه الريفت وجوه تكلا بتوجد لي حلول، تمام؟ طيب خلونا نفكر مع بعض كده. يعني لو انت بتبرمج جوه الريفت، طيب احنا عايزين نعمل مباني صحيه. طيب كده كده الاكواد موجوده، يعني الكود المصري بيديك مثلا شروط معينه عشان المبنى يبقى صحي وما يبقاش فيه فيروسات. مثلا النافذه تكون المساحه بتاعتها نسبه معينه من نسبه الغرفه، تمام؟ فانا ممكن اعمل تشيك كده اقول له ايه، تاكد لي في قلب الريفت، تاكد لي ان النافذه الحجم بتاعها فعلا ما يقلش عن كذا من مساحه الغرفه. فيقدر يعملها لي في برامج البيم. لو الكاد مش هيفهم، هو مش اصلا فين الغرفه، هو الغرفة بالنسبة له شيء، الحوايط بالنسبة له خطوط، مفيش فرق بين الخطوط بتاعة الحيطة وبين الخطوط بتاعة الإنشائي والخطوط بتاعة الـ MEB، هو مش قادر يفهم، هو مش سمارت، إنما في البيم بيبقى سمارت. فهو بيقدر في برامج البيم يكشف لي الأخطاء ويوجد لي حلول لو أنا مسطب أدنس خاصة بكده، تمام؟ الورشة ملهاش أي لازمة خالص غير لو أنت اشتغلت بإيديك، تمام؟ اللي يقول لك تعالى اشتغل واسمع الكلام دوت وزي الفل يبقى بيكذب عليك. لازم انت تشتغل بايديك. لو انا قعدت شرحت لك الاف الحاجات، لا، لازم تطبق بايديك. يعني انا هديك فيديو وتبدا تشوفه وتبدا عندك مشاكل، انا بسعيد جدا بان انا ادخل معاك ونبدا نحل المشاكل دي مع بعض، تمام؟ الفيديوهات موجوده، ولو اي حد عنده اي فيديوهات، لو بتوع المنصور هيخشوا برده معاك سبورت لو في اي حد عنده مشكله. لو اي حد مثلا عايز اعمل دي، طب خد الفيديو ده هيفيدك، ولو ما فهمتوش تعالى اعمله معايا، تمام؟ لو عملت اي مشروع، حتى لو مشاريع مش حقيقيه او مشاريع حقيقيه انت عملتها فلوس، او خدت مشروع مثلا لزوح حديد وعملته بايديك، خد الصور دي وحطها، تمام؟ وبعد فتره غير السي في بتاعك. يعني انت عملت مثلا بورتفوليو سي في، بعد فتره طورت حاجه، كل مثلا 6 شهور طور. لو انت قعدت 6 شهور وجيت تطور السي في ولقيتك فاضي، لا، اقف، ويبقى عندك كده مشكله وممكن تسيب الشركه. يعني انا لو شغال في شركه بقالي 10 سنين ما بستفدش حاجه والسي بتاعي ما بيتطورش، مش فكره ان انا اطور فيه، بس فكره في خبرات جديده اضيفت ليا ولا لا. لو انا ما بستفدش حاجه لازم اقف. انا اعرف واحد مثلا كان شغال في موضوع الحصر، قعد 12 سنه في الحصر، مره واحده دخل تكنولوجيا البيم، انا خلاص البيم بيعمل حصر، فلا نفسه ده انا 12 سنه ما بستفدش حاجه، ما بتعلمش حاجه جديده، فلا نفسه خلاص ما فيش اي لازمه خالص. هل القائمين على تطوير التكنولوجيا بالكفاءه المعماريه طيب السؤال ده لذيذ جدا، اللي هو الناس اللي بتعمل التقنيه دي. هو الموضوع سهل جدا، يعني خلينا نقول ان هو بيعمل برنامج بيقول له ايه، اول ما تلاقي حاجه خبطه في حاجه اوجد لها مشكله، تمام؟ بس ده جدا، يعني انا بقول له لو دي خبطه في دي ابدا قول لي ان في مشكله في المكان الفلاني، تمام؟ هو الفكره كلها بقى انت بقى كمهندس تبدا تقول دي مشكله او دي او مش مشكله. يعني لو حائط خبط في حيطه، لا قصدي لو باب خبط في حيطه، دي مشكله؟ لا مش مشكله. انت بتدي له الاختيارات. طيب خلينا كده سريعا. للاسف اغلب المشاريع اللي انا شغال فيها ما ينفعش شركه مع حد، لانها حاجات خاصه بال يعني حكوميه وكده. بس خلينا ايه نشوف مشروع كده بسيط. الفكره كلها ان هو اوتوماتيك، ده برنامج مثلا زي برنامج النفس وركس، بقول له اوجد لي المشاكل بين كذا وكذا، هو يبدا يوجد لي، وانت بقى تبدا تشوف هل المشاكل دي حقيقيه ولا مش حقيقيه. على سبيل المثال انا عندي مثلا حيطه خبطه مثلا في دكت، هل محتاج ان انا اعمل اوبننج؟ لا ده مش مشكله، وهكذا هتعملها اوبننج هناك. تبدا انت تقيم الموضوع.
لو حاجه انشائي خبطه في اي حاجه ام بي لا مشكله كبيره، لو الباب ارتفاع محطوط غلط فنازل تحت الـ الارضيه فدي مشكله. تمام. طيب خلينا نشوف لك مثلا اي مشروع كده. طيب حاول نشوف لك اي مشروع يكون ينفع نشارك. تمام. احنا عملنا كورس قبل كده كامل في موضوع النفس وركس او اكتر من كورس. تمام. دي مثلا مستشفى كده كانت موجوده في مصر. تمام. ده مثلا المستشفى هي. لو احنا عملنا لها سيموليشن يعني بنبدا نشوف كيفيه البناء المبنى دوت هتعمل ازاي. خلينا نعمل كده اقول له ايه. طيب خلينا اقول له مثلا سيموليت. هو مرو تمام. ده حاجه مثلا ما كانتش هتعمل من غير البيم، ان انا ابدا اشوف المبنى 3 دي وهو بيتبني. البروميفيرا بيجيبها لي بشكل تحت دوت، اللي هي حاجات اصلا صعب ان حد يفهمها غير لو تخصصه. طب انا عايز افهم الناس كلها المبنى بيتعمل ازاي؟ ايه اللي هيتعمل الاول؟ هل السلم هيتعمل الاول ولا الاعمده ولا الحاجات دي كلها؟ دي في حاجه في الاداره اسمها اجايل. اجايل يعني اداره رشيقه. في حاجه اسمها لاست بلانر. لاست بلانر يعني انا عايز اوصل المعلومه تتفهم من اصغر عامل عندي، يعني لو مش رئيس العمال، انا عايز افهم العمال، فانا لازم اوريهم الحاجه 3 دي عشان يفهموها ويفهموا ايه اللي مطلوب منهم وايه اللي هيبتدي بيه وايه اللي هينتهي بيه. فدي التكنولوجيا رهيبه جدا بنقدر نستخدمها. طيب خلينا نخش مثلا على كلاش ديتكشن. اهو انا بقول له مثلا عايز كلاش ديتكشن بين مثلا المعماري مثلا والانشائي. تمام. واقول له رن وابدا اقول له المشاكل اللي انا عايز اشوفها، اللي هي حاجه خبطه في ايه، فتبدا تشوف ايه المشاكل اللي موجوده. تمام. ممكن تقول له مثلا عايز ارتكشر مع وتقدر تقول له انا عايز حاجه اسمها كليرنس. كليرنس يعني ايه؟ يعني هي الحاجه مش خبطه مع بعض بس بينهم المسافه اللي بينهم قليله. تمام. فمجرد ان انا دوست بدا يجيب لي المشاكل اهي. تمام. ويقدر يجيب لي ريبورت قوي جدا في كل الصور اللي احنا عايزينها، فيها كل ايه اللي خبط في ايه. يعني يقول لي مثلا خلي بالك ان هنا حيطه خبطه في عمود مثلا، او الباب خبط في كذا، فتقدر تحدد، تقدر تقول له اعمل لي كلاش بين كذا وكذا، فيبدا يقول لك خلي بالك ده في مشكله في المكان الفلاني اهو. تمام. طبعا احنا ممكن نعمل محاضره خاصه بموضوع الكلاشات وموضوع البعد الرابع والحاجات دي كلها. تمام. بس هي الفكره هي بسيطه جدا، ان انت البرنامج تقدر تستخدمه بسهوله، تقدر تضيف تشوف المبنى هو بيتبني، تقدر تشوف الكلاشات كلها بسهوله جدا. ودي التكنولوجيا دي ما كانتش هتبقى موجوده الا لو انا مستخدم تكنولوجيا البيم. تمام. طيب ايه الاسئله الثانيه اللي عندكم؟ زي ما اتفقنا اي حد عنده سؤال يعني بس راس هاند، لانه عملت للناس كلها مش هنسمع بعض. باشمهندس عبد الله. الو السلام عليكم. ايوه استاذ اتفضل. مساء حضرتك يا باشمهندس. الحمد لله. انا يعني عندي مشكله مع الاي اي او الارتفيشال انتليجنس او يعني الذكاء الاصطناعي، ويعني طمعان في حلك ليها يعني. بص هو تحت امرك، هو في كذا حد هيدي محاضرات خاصه بالذكاء الاصطناعي. تمام. يعني اصل احنا دايما بنتكلم يعني عن مميزات البي اي ام ومش بنتكلم عن سلبياته. يعني انا مثلا شايف انه ممكن من ضمن سلبياته في المستقبل انه ممكن يقضي على 70% من الوظائف الهندسيه. هو صح وبيسهل علينا حاجات كتير، بس هل ممكن السهوله دي تبقى عائق علينا بعد كده لما يظهر مثلا لينا مشاكل هندسيه بحته بتعتمد على خبره المهندس في الموقع مثلا، او حاجه بتعتمد على مده ممارسته لجزء معين في شغله، زي ما حضرتك قلت مثلا البشمهندس اللي قعد 12 سنه مثلا يشتغل في الحصر وفجاه ما بقاش ليه لازمه يعني. ده غير طبعا انه دلوقتي بنشوف اثار لده دلوقتي مثلا على المهندس او الديزاينر مثلا في الحاجات دي دلوقتي، زي مثلا اللوجو ديزاين. دلوقتي اي حد ممكن يخش مثلا على النت يعمل يكتب ريجنريت لوجو ديزاين ويطلع له لوجو عادي يعني، من غير ما يتواصل مثلا مع مهندس او يدفع
فلوس او اي حاجه. ومثلا عندنا دلوقتي شركه جوجل بتعمل يعني اخترعت التكنولوجيا بتعتمد على انها بتجمع اكتر من وش، والاي اي هو دلوقتي اللي بيجمع الوشوش دي وبيعمل وشوش جديده، فده ممكن يوصل دلوقتي مثلا للمباني ويقتل الدور المعماري في المستقبل. هو ممكن دلوقتي يبقى الانسان ليه دور مهم في قياده الاله، بس يعني اعتقد التكنولوجيا مش هتبقى رحيمه كفايه في المستقبل اننا نتدخل في شغلها يعني. تمام. طب حضرتك تخصص ايه بس؟ انا معماري. جميل جدا، انا سعيد بالموضوع ده. طب على فكره ريفت 2021 بدا ينزل فيه نوع من انواع نقدر نقول ايه اللي هو يقدر يكون شكل اوتوماتيك، يعني تدي له مثلا مساحه ويبدا يوزع فيها الفراغات. تمام. اه انا شفت فيديوهات للكلام ده. اه في ريفت 2021 ده اول بدايه للفكره ديت، ان انا ممكن ادي له غرفه او ادي له مثلا شروط لعمل مبنى هو يبدا يعمله، هو يقسم الفراغات ويعمل الديزاين ويعمل كل حاجه. ممكن تدي له مبنى مثلا معين، تقول له مثلا عايزك تبقى مثلا 20 دور يعني تدي له المحددات اللي انت عايزها وهو يبدا يوزعها لك. تمام. فايه الفكره كلها؟ الفكره كلها صديقي الفاضل يعني هو عز على قلبي اللي قعد 12 سنه في موضوع حصر، ما هو انت قاعد ما بتتعلمش، ما انا لازم انا شغال مثلا عماره في مكتب نورمان فوستر بس قاعد بقالي فتره في جزء معين ما بتعلمش، لازم احس بالخطر وكل يوم لازم تتعلم حاجه جديده، لازم كل يوم تدخل على النت تشوف تكنولوجيا جديده، الحاجات دي كلها. تمام. يعني انا مثلا مشارك مثلا في موقع اسمه فيدلي بيبدا يجيب لي الخلاصات من كل المواقع بحيث ان انا اشوف هل في تكنولوجيا جديده، هل في فكره جديده، هل في حاجه نزلت جديده وهكذا. تمام. فانت لازم انت التكنولوجيا بتتقدم واحده واحده، فانت لازم انت تسبق بحاجه. يعني انت دلوقتي اتعلمت ريفت كويس، خش مثلا في الداينامو. تمام. اتعلمت داينامو، طب ما تخش مثلا في نفس وركس، طب خش في برامج ثانيه، اخش من اخرج من عباده التوديسك وشوف البرامج البديله. طب انا هروح لاركيكاد وابدا اشوف البرنامج. تمام. في برامج كتيره بتيجي حلوه جدا وسهله ويعني مش لازم ندخل في العباده بتاعه التوديسك، ممكن تخرج منها وتبدا تشوف ايه البرامج القويه. تمام. ف ايوه بس انا يعني انا شايف في المستقبل انه يعني البرامج دي ممكن اصلا تشتغل مع نفسها، يعني فاهمني حضرتك؟ مش هتوصل لكده، توصل لكده مستحيل توصل لكده. تمام. يعني لازم هيبقى في عنصر بشري هو اللي يقود الليله. تمام. فانا مثلا ده برنامج بسيط جدا، ده مساحته 8 ميجا، جربته وعجبني جدا وفي افكار حلوه. تقول له مثلا عايز مثلا حمام سباحه مثلا، اهو سريع جدا. ابني عنده 4 سنين 5 سنين تقريبا، عجبه جدا جدا البرنامج دوت. تمام. تقدر تعمل حمام سباحه في ثواني. تمام. تمام. تقدر تتحكم في كل حاجه انت عايزها، تقدر تبني المبنى اللي انت عايزه وهكذا. حمام السباحه اتعمل اهو في ثواني. تمام. طيب انا ممكن ابدا اعتمد على البرامج الجديده وابدا اشوف ايه البرامج الجديده، مع العلم ان البرامج مش هي الاساس، الاساس اللي انت عارف النظريات اللي في الجامعه، عارف المبادئ بتاعتها، الحاجات دي كلها هي دي الاساس. تمام. طيب التكنولوجيا بتحصل تطور جامد جدا، فانت لازم انت تبدا تسبق. طب انا عايز ابقى مميز بحاجه، انا اتعلمت مثلا قبل ما اتخرج اتعلمت البيم، البيم الكافي لا لازم اخد معاه حاجه تانية، ابقى قوي في الانجليزي، ابقى قوي في اداره المشاريع، ايه الحاجه حسب التخصص بتاعك ممكن تبدا تشوف ايه البرنامج اللي يقدر يغطي لي العيوب اللي موجوده في الريفت. يعني الريفت مش بيعمل كل حاجه، مثلا معماري محتاج مثلا برنامج ريندر، فتبدا تشوف البرنامج ريندر تويم موشن مثلا قوي جدا ومجاني، تقدر تشوف مثلا برنامج زي برنامج البلندر مجاني واوبن سورس وقوي جدا. ففكر كل واحد يطور نفسه في المجال بتاعه وهيلاقي نفسه تميز، ويلاقي شركات كتيره بتتخطفه، الراجل ده ممتاز جدا بيفهم برمجه وهيوفر معانا وقت وحاجات زي كده. تمام. شكرا لحضرتك. الله يكرمك. التكنولوجيا بتقدر توقفها بس تقدر تتعامل معاها، تقدر تشوف ايه الحاجه، لو انت الحاجه اللي انت تعملها ممله وبتقدر تتعمل بشكل ممل خلاص سيبها، لان حد هيعمل لها برنامج. يعني كان عندنا حد مثلا متخصص ان هو مثلا ايه حاجات ممله، مثلا بيدخل يغير الاي ار الاي اس تي، يغير اسامي الملفات او يغير حاجه معينه، عملت لها برنامج في الاوتوكاد وفي الريفت بيغير في ثواني. تمام. كان في واحد مثلا بيدخل يغير الوحدات مثلا بدل من الملي للمتر، عملت لها برنامج بيتغير في الكاد، الريفت بيحلها لوحده. فكل شويه لازم تطور نفسك في الحاجه دي. تمام. طيب بالنسبه ان انا بدي له الاوردر الموضوع كلاشات،
انت ممكن تقول له اوجد لي كلاشات بين المعماري والانشائي، بس الكلام ده مش منطقي. تمام، ليه؟ ممكن عمود مثلا داخل في فلور فهو مش مشكله بس هو شايفها مشكله، فانت الافضل تقول له ايه، انا شايف المشاكل بين كذا وكذا، يعني مفيش حاجه اسمها مشكله بين باب وحيطه. تمام، فانا باجي هنا مثلا برنامج الريفت هنا وابدا احدد انا عايز يعمل كلاش فين. تمام، ببدا اقول له انا عايز كلاش مثلا بين الوول والاستراكشر، والحاجه دي مش كل مشروع بعملها، لا ده انا الوول والدور مثلا، الوول مثلا وايه تاني، خلينا مثلا نقول له كولوم مثلا. تمام، فبتقدر تختار الكولوم من هنا والعمود من هنا وتقول له اعمل كلاشات بين الاثنين دول بس. تمام، فبتلاقي الموضوع بقى اسهل معاك. تمام، تبدا تختار بقى ايه الحاجه اللي انت عايز تعملها من هنا مع هنا، الكاتيجوري هي تبدا تختار الكاتيجوري. تمام، تقول له وجد لي بين كذا وكذا، فيبدا يخلصها لك. ما بقولوش بين الـ كل حاجه، ممكن مثلا بين السيلينج والوول. تمام، انا مش بشرح البرنامج بس بقول لك الفكره بتاعته، واحنا شرحناها قبل كده كذا مره، السيلينج مثلا والوول، وتقول له رن، فهو يبدا يشوف دي المشاكل اللي موجوده بين السيلينج والوول مثلا. تمام، تبدا تشوفها. تمام، طيب الباشمهندس مين كان بيسال؟ معلش باشمهندس محمد، ممكن تعمل مداخله عشان بس افهم السؤال بتاعك؟ لو حد يقدر يعمل مداخله صوت يا ريت. طيب اتفضل. السلام عليكم باشمهندس. السلام باشمهندس محمد، اتفضل. انا قصدي يا باشمهندس يعني مثلا مشروع زي اللي قدامنا ده اللي هو مشروع المستشفى، معلش سريعا كده قول لنا حضرتك بدات فيه ازاي، يعني البدايه عشان نعرف نربط بس البيم، لان احنا لحد دلوقتي برضه متلخبطين في موضوع البيم. يعني سريعا كده حضرتك قول لنا بدايته كانت ازاي، خطوات كده توضيحيه سريعا بس مش اكتر. طيب خليك معايا على المايك لو انا جاوبت بشكل اللي انت مش عايز تقول لي. تمام، احنا الفكره كلها ان احنا بدانا كان في بعض المخططات موجوده اوتوكاد. طبعا لو مش موجوده اوتوكاد مفيش مشكله، يعني مش شرط ان احنا نبدا اوتوكاد، بس هي كان في بعض اللوح واخده موافقه كاد. فبدانا نعمل ايه؟ بدانا نفتح الريفت ونعمل انسرت اللوح الكاد دي، او نعمل لينك للوح الكاد دي، وبدانا نحول الحاجه اللي موجوده لريفت. تمام؟ وبدانا عملنا كذا ملف، عملنا واحد معماري انشائي كهروميكانيكال. المعماري اول واحد بدا، فبدانا نعمل الليفلات ونعمل الجريد وكل الحاجات ديت. وبعد كده بدانا نرسم دور دور، بترسم الفلور بتاعه وبترسم الاعمده وبترسم الحوائط والحاجات دي كلها، وكنا متفقين ان في حاجات معينه لازم تتعمل، وبعد كده نبدا ندخل في يعني الكهروميكانيكال مش هيستنى حد ما المعمار يخلص الشغل. حاجات معينه الكهروميكانيكال محتاج عشان يبدا، محتاج ايه؟ محتاج الفلور، محتاج الحوائط، محتاج مثلا السيلينج، والتفاصيل بقى بعد كده فرقه، يعني ان هو هيحط مثلا فينش معين، هيحط حاجه معينه براحته. وكذلك الانشائي كان عايز حاجات بسيطه جدا، ابسط من الام اي بي، فاول ما المعمار عملها له راح دخل الثاني عملها، وبدانا مثلا نتفق انت محتاج اعملها هنا في الاماكن الفلانيه، بنبدا نتفق هتتحط مثلا في المعماري ولا تتحط في الانشاء. كل الحاجات دي كنا بنتفق عليها واحنا شغالين، يعني هتعمل دي ولا هتعمل دي، ايه الاختيارات اللي احنا معمولين. يعني ممكن يكون المشروع صغير فنقول مثلا ايه الكهروميكانيكال حط الشغل اللي هي فوق السيلينج، زي الاير تيرمينال، زي السبرينكلر بتاع الحريق، زي اللايتنج، وبعد كده هنسقهم. في حاجات لا هتاخد جهد من التنسيق ومهم، واحنا معانا الانتيريو ديزاين، فالكهروميكانيكال اللي يحطهم عنده، وبعد كده المعماري يحطهم عنده، وبعد كده الكهروميكانيكال اللي يسحبه عنده. الخطوات كلها لازم تبقى متفقين عليها من الاول، يعني ايه مين اللي هيبدا قبل مين، مين اللي هيحط الحاجات. طب احنا ممكن كلنا نشتغل في نفس الملف، مفيش مشكله، يعني ممكن يبقى في ملف واحد في المعماري والانشاء والكهروميكانيكال، بس يكون مشروع صغير على اساس ان الاجهزه ما تهنكش معايا. تمام، في قواعد كده بنبدا نحطها وبنبدا نتفق عليها، ومن خلال الخبره، يعني كل ما بنخلص مشروع بنبدا نشوف ايه الحاجات اللي غلطنا فيها، ايه الحاجات اللي افضل، طب ايه الحاجات كذا، ونبدا نحط قواعد للمره الجايه. طب ايه المره الجايه نطبق دي، ما نطبقش دي، لا ده المره اللي فاتت كان في مشكله في كذا. تمام، وفي قواعد كثيره جدا، وان شاء الله يعني ايه واحنا شغالين في المشروع هقول لك والله احنا جربنا دي وفشل، جربنا دي ونجحت، جربنا دي وكذا. لا نبدا نشوف البيم فيه تكنولوجيا كثيره جدا بتبقى قويه، وبيديك امكانيه ان انت تتعامل مع تكنولوجيا كثيره جدا. يعني في مثلا الحاجات الخاصه بالسستينابيلتي والاستدامه وان انت تعمل مباني صديقه للبيئه، بدل ما كنت بتبذل فيها جهد رهيب، لا بقدر استند على الشغل اللي هيطلع لي من البيم وادخله للبرامج ديت، فمجرد بس ضغط الزرار يبدا يجيب لي النتائج بتاعتي. تمام يا باشمهندس، يعني قصدي حضرتك البدايه
اللي هي اللي بتبقى التراديشنال حاجه التقليديه اللي انا بلانر وبوديه لمصمم بيعمل يحط الانشاء بتاعه وبعد كده نحوله للريفت ونبدا بقى من هنا نقسم السكيشن بتاعتنا يعني حد يشتغل على جزء ممكن اول واحد يشتغل من البيم من الريفت عادي يعني مش لازم توديه لحد بتاع كده لا ممكن بتاع البيم هيكون اسهل له ان هو يبدا يحط الشغل بتاعه يعني انا مش محتاج ان انا ممكن اعمله انا من الاول على طول ريفت هو الفكره كلها اللي احنا خدنا الكاد لان هو كان واخد ابروفل فانا مش عايز اعمل حاجه مخالفه وبعد كده يقول لا مش هو ده اللي احنا متفقين عليه لو انا مطلوب مني اسلم الشغل بيم وكاد لازم اعمل شغل على البيم لان سهل جدا بعد ما اعمله على البيم اعمله اكسبورت كاد ما بياخدش ثواني ان انا اعمله اكسبورت انما انا عملته كاد ودخلته على البيم هاخد منه جهد ان انا احول الكاد للبيم الكاد ما يفهمش الخطوط يعني لما تيجي تقول له حوله للريفت هو مش قادر يفهم في ناس عملت برامج تحول الكاد لبيم عن خلال ان هو بيبدا يشوف الخطوط دي معينه نعم زي دي اكس افات اللي احنا مثلا بناخد من الكاد للساب الكلام ده هو الفكره كلها هو عايز يعرف البرنامج ان الخطوط الخطين اللي جنب بعض دول ده كيبل تري الخطين دول دكت الخطين دول وول فبيعتمد على ايه بيعتمد على اللير يعني لو محطوط على اللير مظبوطه هيفهمها محطوط حاجه محطوطه على اللير غلط مش هيفهمها فانا بتاكد ان حاجه محطوطه على اللايرات وبفترض ان كل الحوائط هي ارتفاع الدور بفترض ان الضغطات على ارتفاع 3000 كل شغل تكييف والبايب وبعد كده ببدا اعدل زي ما انا عايز على اساس ان انا اوفر وقت بس لو انت شغال اصلا بيم وبتحول كاد ما فيش المشاكل دي ما بتحصلش خالص تمام يا باشمهندس المشكله معلش انا اسف لان كل اللي كان بيكلمنا عن موضوع البيم كان يعني بيوصل لنا الفهم غلط لان احنا لحد دلوقتي كنا فاكرين ان البيم عباره عن برنامج اسمه بيم لا هو بص انا سعيد ان انت قلت الكلمه دي لو انت قدرت تخلي برنامج الرسام عارفين برنامج الرسام تمام برنامج الرسام ده لو قدرت تخليه يعمل لي شروط بتاعت البيم فده برنامج بيم لو انا فتحت برنامج الريفت بس مش هقدر افتحه بس عشان في حاجات تمام لو انا فتحت برنامج الريفت وما عملت الشغل بيم مظبوط يعني ما عملت الشغل مظبوط يعني مطلوب مني ان انا اعمل حيطه فانا مش عارف ارسمها فرحت ارسمها ايه جينيريك موديل مطلوب مني ان انا ارسم مكنه فدورت على المكنه دي ما لقيتهاش فرحت راسم مربع وقلت لهم دي مكنه تمام فده كده مش شغل بيم انما انت برنامج مثلا سكتش اب اشتغلت عليه سكتش اب اكيد طيب برنامج سكتش اب ده فيه اداه بتتسطب جواها اسمها سكتش اب بيم بتتسطب عليه يبقى ده برنامج بيم برنامج الراينو بداوا يحطوا حاجات جواه اسمها بيم راينو تمام برنامج الاوتوكاد لو قدرت تصدق جواه اداه فيها هتلاقي اوتوكاد اركتكتشر اوتوكاد استراكشر اوتوكاد ام بي كل دي حاجات بيم تمام فهي الفكره كلها ان انت تقدر تديني الحاجه اللي انا عايزها ان انت لو قلت لك اعمل لي حصر يطلع لي على طول لو خدت سيكشن يطلع لي الشغل بتاع سيكشن ما اضطرش ان انا اعيده لو انت شغال في الاوتوكاد وعامل سيكشن اضطر ترسم حاجه من اول وجديد تمام يا باشمهندس ربنا يبارك في حضرتك يا رب ربنا يكرم استاذنا شكرا لحضرتك شكرا يا باشمهندس عبد الله باشمهندس عبد الله اتفضل باشمهندس عبد الله طيب كان في حد سال سؤال باشمهندس انس مرعي ايه البرامج اللي تخرج بيها تأهلني لسوق العمل غير ريفت حضرتك انا تخصص يعني عايز بس اعرف المعلومه دي المعماري والانشاء والكهرباء طيب ايه علاقه البرمجه بالمعماري وازاي اكون متخصص فيها بص يا فاضل انت لسه بتتخرج تمام يعني النصيحه بتاعت البرمجه مختلفه بين اللي لسه متخرج واللي اتخرج ليه بقى يعني انا واحد مثلا بقالي 15 سنه فمش في دماغي ان انا اعمل شيفت كارير واعمل تحويل للمسار واشتغل مبرمج لان هيبقى خبرته قليله جدا هنسى كل اللي انا عملته انما انت دلوقتي ممكن قدامك اختيارين ان انت تشتغل مبرمج تماما وطبعا تركز في موضوع العماره لان لما يكون واحد فاهم عماره وفاهم برمجه هتبقى اسهل بكتير وممكن واحد تاني لا يقول لك لا انا هشتغل مهندس معماري بس معايا البرمجه لما تواجهني مشكله هستخدم البرمجه في ان انا احل المشكله دي لما حد يديني جوب والجوب دي مش جوب سجاير او حشيش لا يعني يديني مهمه او شغل والشغلانه دي هتاخد مني مثلا 30 ساعه حاجه مكرره انا ممكن ابرمج لها حاجه توفر لي وقت يعني مثلا ايه في واحد بعت لي يقول لي انا عايزك تحط لي جنب كل عمود نور مثلا ورد فانت تبرمجها له كده كل ما تلاقي عمود نور حط ورد كان في واحد مبرمج بعد ما ساب الشغل اكتشف الموضوع دوت
ان هو مبرمج كل حاجه اوتوماتيك. يعني خطيبته تدت لها رساله كل يوم الساعه 7 معلش نتاخر في الشغل. بتاع القهوه المكنه بتاعه القهوه مرتبطه بالنت فهو مبرمجها انها اوتوماتيك تعمل القهوه الساعه 8 فيروح الساعه 8 تلاقي القهوه نازله على طول. تمام. طيب باشمهندس عبد الله هنعمل له اسك تو ان ميوت. في حد بيقول لي طيب هو الشاشه مش عارف انت بعت لي برايف كلنا شايفاها يعني ما تقلقش. طيب فالبرمجه مع المعماري الحاجه من الاثنين، لا اما هو هيتخصص في مجال البرمجه لا اما هو هيتخصص في ان هو يكون معماري وفاهم برمجه تساعده. يعني انا مش مبرمج بس كتير جدا في الاوتوكاد وفي الريفت بتواجهني مشاكل فانا بقول ايه بدل ما اقعد 5 ايام اعمل الحاجه دي لا انا ممكن ابرمجها على طول. تمام. والناس تقول لي انت خلصت شغل ازاي؟ لا ده انا عملت حاجه صغيره جدا كود من 5 6 سطور من سطرين من 100 سطر المهم ان هو وفر لي الوقت وبستخدمه مره واحده. باشمهندس عبد الحليم ماشي يا باشمهندس عبد الحليم اتفضل. مساء الخير يا باشمهندس. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء النور. اتفضل. بعد اذنك يا باشمهندس بس كنت عاوز اسال سؤال خاص برضه في سوق العمل قدام. انا شايف مع المواضيع اللي حضرتك بتتكلمها ولسه حضرتك برضه رادد على باشمهندس محمد على الجزء ان احنا محتاجين نتعلم برمجه وزي ما احنا بنعمل في الورشه بتاعتنا دي محتاجين قسم معماري هيعمل جزء معين وقسم مدني هيشتغل في جزء معين وقسم اتصالات هيشتغل في جزء معين. فانا شايف ان مستقبل البيم مختص بس للشركات الكبيره لان انا قدام مثلا لو ما جاتليش الفرصه في شركه كبيره فانا محتاج يبقى عندي الطاقه ويحتاج يبقى عندي الخبره والعمل اللي تخليني اشتغل للثلاث اقسام دول سواء قسم عماره او قسم مدني او قسم كهرباء عشان خاطر اعرف اطلع مشروع كامل متكامل. تمام. لا كمان سوق العمل عندنا هنا في مصر مش كله شغال في اليه البيم او قدام حتى لو كله اشتغل في اليه البيم مش هيبقى كله عنده الطاقه مش هيبقى كله برضو يعني مش هتبقى 100% من الشركات شغاله بالاليه دي. تمام. في نفس الوقت انا لو احتجت اشتغل في شركه صغيره او شركه مش متوفر فيها طاقم العمل او شركه مختصه معماريه بس مش متوفر فيها طاقم العمل الخاص بقسم هندسه المدنيه وهندسه الكهرباء فبالتالي انا دلوقتي محتاج يبقى عندي علم بثلاث اقسام ودراسات زياده وحاجه انا معتقد انها يعني حاجه ممكن تبقى زياده. هو العلم زياده مش حاجه وحشه لكن انا ازود علمي في مجالي على ما اعتقد هيبقى احسن كتير من ان انا مثلا ادخل في مجال تاني او تالت او رابع. فانا بتكلم بس على سوق العمل قدام او مستقبل البيم قدام سواء في مصر او حتى في دول الخليج لان برضو في دول الخليج مش كل الشركات كبيره او كل الشركات ممكن توفر لك الطاقم العمل اللي هو ممكن يشتغل معاك في كل الاقسام سواء كهرباء او مدني حتى يعني لو الشغل توفر في مكتب. فبالتالي هل ده هيأثر معنا او هيخلي في مشكله في سوق العمل قدام؟ طيب بص ده فاضل في نقطتين. اول حاجه نقطه البرمجه ودي مش لازم كل الناس تتعلم برمجه يعني مش لازم كل الناس تتعلم برمجه لا هي حاجه هتوفر عليك او هتديك ميزه نسبيه. تمام. فمش لازم موضوع البرمجه موضوع قوي ووفر معايا وقت كتير جدا بس ممكن تقدم السي بتاعك في اكبر شركات وتقبل عادي من موضوع البرمجه دوت هو بيضيف لك للسي في لو انت يعني عندك وقت وزهقت وعايز تتعلم حاجه حلوه موضوع البرمجه دي حاجه من الحاجات اللي انا شايف ان لها مستقبل حلو. تمام. طيب موضوع البيم اصبح في توجه عالمي ناحيته بمعنى في دول كتيره جدا قالت لك انا مش هقبل اي مشروع غير لو كان موجود بيم. في دول كتيره جدا زي بريطانيا زي دول الكومنولث زي كوريا الشماليه الجنوبيه زي فنلندا زي سنغافوره لو قعدت اعد لك الدول هتلاقي كتير جدا الامارات في دبي مثلا في قطر قال لك المشاريع الحكوميه او المشاريع الكبيره لازم الشركات اللي هتقدم عليها تعمل موديل بيم. تمام. يعني انت مش هتشتغل في المشاريع بتاعه الحكومه والحكومه تقريبا في كل دول العالم بيبقى 80% من المشاريع بتبقى مع الحكومه. تمام. تختلف من دوله لدوله بس تقريبا المشاريع يعني مصر مثلا هتلاقي العاصمه الاداريه الجديده تبع الحكومه هتلاقي العالمين تبع الحكومه وده مش غلط ولا حاجه هي يعني مش بننتقد بس هو اللي عنده امكانيات كبيره جدا نوع مش زي كده الحكومه. تمام. فهتلاقي مره واحده الشركات كلها بتتجه انها تتبنى البيم ده حاجه اسمها ان اجبار على البيم من فوق ان الحكومه قالت او المالك قال اللي هياخد المشروع دوت لازم يكون عنده استاف بيم ويقدم له شغل بيم. تمام. فاصبح في انت دلوقتي لو خرجت وعارف نفس المعلومات او شغال بنفس الادوات الناس كلها شغاله بيها اوتوكاد
مش هتلاقي فرصه تنافس. عايز تلاقي فرصه تنافس ابدا اشوف ايه الجديد. يعني انا بدخل مثلا ابدا اعمل سيرش في لينكد ان على الوظائف، انا مش عايز اسيب الشركه اللي انا فيها، بس عايز اعرف ايه الحاجه اللي بدا التركيز عليها. بدات مثلا اشوف ايه اداره المشاريع من خلال الاجايل، ايه الاجايل ده، طب هبدا اتعلمه اللين وهكذا. كل واحد طبعا بدا فرصته، مش كل حاجه اقعد اتعلمها، لا بشوفها تستاهل ولا ما تستاهلش. فبتفرق معاك كتير جدا ان انت عارف الخطوه اللي مطلوبه في السوق ايه اللي جايه. فانت دلوقتي لسه حديث تخرج، ازاي تقدر تنافس ناس اكبر منك وخبره 30 40 سنه ان انت تكون اتجهت للبيم، وما فيش حاجه اسمها احتكار. يعني برضو هو الراجل كبير في السن برضو ممكن يخش في موضوع البيم دوت ويتعلمه. فانا انصحك نصيحه قويه بموضوع البيم دوت، وهتلاقي كل الشركات على ما تتخرج بتطلب بيم. انت اصلا لو فتحت اللينكد ان وبدات تشوف الوظايف هتلاقي اغلب الشركات طالبه بيم، لان المشاريع بدات تبقى بيم واصبح شغل كتير. ولو دخلت على موقع زي فريلانسر وابور هتلاقي في طلب كتير على البيم، هتلاقي شغل الكاد ناس كتير تقدر تعمله، فبيتعمل مثلا ب $10 في الساعه مثلا، البيم قليل في $30. هتلاقي في حاجات خاصه مثلا بكذا حاجه متخصصه شويه بتبقى اكتر. كان في حد سال سؤال، ايه المهندسه ناس سالت سؤال البرامج اللي اتخرج بيها تاهل لسوق العمل على طول غير الريفت. في ممكن مثلا برنامج زي برامج التحليل الانشائي مثلا زي الساب زي التابس زي وهكذا، وفي برامج بقى بتاعه شوب دروينج. تمام، كان في ادفانسد كونكريت وادفانسد ستيل او اي برنامج من برامج الشوب دروينج. ببدا اعرف البرامج المطلوب في السوق ازاي، بدخل على لينكد ان واعمل سيرش. تمام، او ادخل على اي على جوجل واقول له البرنامج ده ايه البديل بتاعه الترناتيف. تمام، وابدا اشوف هل هو مطلوب ولا لا، او اسال الناس، او افتح الجورنال وابدا اشوف المهندسين المدني ايه الحاجه المطلوبه. يعني برنامج تكلا من البرامج اللي مطلوبه في السوق، لان هو دقيق جدا وبيدخل في تفاصيل جدا، حتى الان الريفت ما قدرش يوصل لها. طيب في سؤال تاني، لو حد عايز يسال صوت يا ريت، يا ريت افضل على اساس لو انا ما جاوبت صح يقدر ثانيه واحده. طيب ايه افضل لغه برمجه اقدر استخدمها كمعماري كشيء اضافي مش اساسي؟ بص، افضل حاجه السي شارب، لان السي شارب بتدخل في برمجه الريفت مثلا فبتبقى قويه جدا، وتعمل تقدر تعمل برنامج على الديسكتوب من السي شارب. والسي شارب يعني لغه مطلوبه جدا في 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 برمجه كتير جدا. يعني بتاع اسمها الاي بي اي اللي هو بيربط بين لغه البرمجه والبرنامج بتاع البرنامج الريفت، بيربط بين برنامج البرمجيرا. اي بي اي ده مصطلح عام كده، ابلكيشن بروجرامنج انترفيس، بيقدر يربط لك بالحاجات كلها، فهو مهم جدا. وفي محاضره النهارده يا ريت الناس تحضرها، المهندس حسام الزهري الساعه 8. تمام، طيب ايه افضل اتعلم اي لغه برمجه؟ افضل لك السي شارب. تمام، السي شارب قوي جدا ومطلوبه في السوق وكل حاجه. ايه اول مشروع هنشتغل عليه وبعد قد ايه؟ والله بص، حتى يعني ابدا اعمل اي مشروع. لو انت عندك اي مشروع كاد ابدا اعمله، لو ما عندكش مشروع كاد كلمني وهديك كذا مشروع كاد تعملهم ومعمولين. يعني انا مش هاخد منك حاجه، انا مش مستفاد اي حاجه خالص. تمام، الفكره كلها خد لوحه الكاد وابدا حولها الريفت وابدا اشوف لو مشاكل ظهرت معاك. المهم ان انت تمشي ايديك عشان لما تتخرج يبقى عندك الخبره الكافيه. تمام، في لو انت في تبع جامعه كينج ماريوت هنتفق على مبنى من مباني الجامعه تاخدها وتبدا تعملها بالريفت، وان شاء الله لو الناس ماشي كويس وخلصت الريفت هنبدا نعملها بالنفس وركس. لو الناس لحقنا خلص حلو قوي الريفت نفس وركس هندخل على برنامج تاني. تمام، حسب قوه الناس ممكن نتعلم حاجات خاصه بالبرمجه، حاجات خاصه بالبعد يعني ممكن لو خلصنا الريفت والنفس وركس ندخل مثلا على جرين بيلدينج ونشوف البعد السادس نبدأه ازاي، وده بيبقى قوي جدا بالذات للمعماري والميكانيكا والكهرباء. تمام، هل برنامج الماكس ليه علاقه بالبيم؟ طيب برنامج الماكس بيرسم كتل، فهو ملوش علاقه بالبيم. طب احنا بنستخدمه في ايه بالبيم؟ بنعمل عليه ريندر. تمام، يعني انا بخلص شغل على الريفت، الريفت جواه بيستطب جواه البي ري، فبقدر اعمل عليه ريندر بشكل قوي جدا. تمام، بس لو انت عايز توصل لاقوى درجه من درجات الريندر الماكس هو التوب. تمام، فتقدر تحول الشغل بتاعك للماكس وتعمل الريندر عليه. او في برنامج تاني اللي هو بلندر من برامج الاوبن سورس والمجانيه، لو انت عايز تشتغل برامج مجانيه برنامج تحفه. بس في الشركات، يعني حد عايز في الشركات الاغلب الاعتماد على موضوع ال 3 دي ماكس.
فلو انت عايز تشتغل في شركه مع فريق وكده في السيري دي ماكس. انا حطيت اللينكات تاني اهوت. طيب سؤال ايه؟ ممكن انا ما عنديش مشكله ان في اي وقت واي وقت لو فاضي فيه وعايز تعمل حاجه ابعت لي وانا احط لك اديك الملف الاوتوكاد واديك ملف الريفت واديك الفاميلي وحاجه قدامك نبدا نتعامل معاها. وزي ما انتم عارفين في جروب على الفيسبوك مفتوح للناس كلها نقدر نتبادل عليه المعلومات ونبدا نشتغل ان شاء الله. الشرح بتاع الريفت المعماري والانشائي والكهروميكانيكال موجود على القناه وطبق. واول ما تقف قدامكم حاجه قولوا لي هنعمل لكم فيديو مخصوص للحل المشكله دي ازاي. يعني لو انتم مش قادرين تربطوا الاقسام ببعض طب قول لي على المشكله هبدا اجيب لك الفيديو واديهولك او اسجل لك فيديو جديد لو احنا مش شرحناش قبل كده. المهم الناس تطبق عشان لما تتخرج من اي مكان الكلام خاص يعني لكل الطلبه او حديث التخرج اي حد عايز حاجه عنا ليه ان شاء الله. طيب الورشه بقى المهندسه الدكتوره اسف الدكتوره شيماء اللي هتتكلم فيها. طيب اي حد عنده اي اسئله بخصوص البيم احنا الفيديوهات موجوده في فيديوهات كتيره جدا تقريبا 5000 فيديو بس هنضيف طبعا الفيديو اللي تناسبك بحيث ان انت ما تشتتش. تمام ولو اي حد عنده اي مشكله في اي حاجه يكلمني نعمل له فيديو خاص بيه ان شاء الله. تمام المهم الناس ابتدت. انا سعيد جدا بالجلوس معاكم 80 شخص مهتم ان هو يتعلم حاجه جديده ويستفاد بحاجه جديده والحاجه دي مش اجباري. يعني ممكن لما لو انا بدرس في جامعه والناس جايه اجباري ممكن مش طايق يشوفني وبيشتغل خليتي فان حد مشكورا ان يسيب ماتش كوره ما اعرفش في ماتش كوره ولا لا انا ملحق كرويا هتوفر هتلاقي الناس المحترمه جدا ان هو عايز يتعلم من اجل العلم عايز يتعلم عشان المستقبل افضل عايز يتعلم عشان لما يتخرج يلاقي فرص عمل كويسه ان شاء الله. انا عايز ان الجيل اللي يخرج جديد دوت يعرف ان انا اشتغلت مع اجانب كتير المصري او العربي ما بيقلش عن حق خالص. تمام فاحنا عايزين نشوف احدث تكنولوجيا موجوده ونبدا نشتغل عليها ونبدا نعتمد عليها ونبدا نشوفها يعني لو في حاجه طلعت احسن من البيم هقول لكم يا اخوانا خلونا في الحاجه دي. انا مش ببيع بيم تمام انا بقول لكم افضل حاجه والله انا شايفها من خلال سوق العمل. انا شغال في قطر كل شويه بيجي لنا المشروع ده لازم طبق بيم لازم تدونا الشغل بيم فهتلاقي الموضوع مطلوب جدا في السوق هتلاقي فرص عمل افضل. وبدل ما تخرج تقعد مثلا سنتين ثلاثه بتدور على فرص عمل لا لما تبقى عارف البيم وعارف مثلا انجليزي كويس عارف برامج ثانيه ممكن تربطها بالبيم حسب التخصص بتاعك هتبقى كويس. ما اعرفش الصراحه يعني لازم كل مبنى بتدور عليه هل طبق بيم ولا لا بس اغلب المشاريع مطبقه بيم. طيب هبعت لحضرتك الاكونت بتاعي اهوت. لا بص ده الفاضل لو انت كمعماري لازم تتعامل مع التكنولوجيا دي كل حاجه حتى منطقه الاقسام الثانيه. لا انت كمعماري بتبقى فاهم بس الاحتياجات هم عايز منك ايه يعني ميكانيكا الكهرباء مش لازم تعمل حسابات بتاعتهم مش لازم تعمل حاجه بس تبقى عارف مثلا كمعماري لما بتحط حمامات بيبقى وراهم فراغ مثلا عشان هينزل المواسير بتاعته والحاجات دي كل الحاجات دي بتدرسها او بتاخدها اثناء الشغل والحاجات دي كلها. يعني احنا مش لازم تقعد تتعلم كل حاجه تمام مش لازم تتعلم كل حاجه في حسابات الميكانيكا وكهرباء ومدن واتصالات لا اتعلم عماره بس. لو انت عايز تتعلم ريفت معماري اتعلم ريفت معماري ما تخشش في ريفت انشائي ولا كهروميكانيكا بس اثناء الشغل هتبدا تعرف ملحوظات هتعرف مثلا ان انا في السيلينج لازم اسيب مسافه قد كذا ان انا مثلا في الشفطات لازم اسيب مسافه قد كذا تمام. فكل واحد في الاقسام المبنى عامل زي جسم الانسان المبنى عامل زي جسم الانسان. يعني ايه عامل زي جسم الانسان؟ يعني جسم الانسان فيه مثلا عظم تمام العظم ده اللي هو الاستراكشر بتاع المبنى الجلد اللي هو الفساد او العماره او الواجهه الخارجيه للمبنى عندك مثلا الوريد بتاع الدم ده نقدر نعتبره كده البلامنج او الميه الموجوده في رئتين وهواء والحاجات دي نقدر نعتبرها تكييف فما ينفعش المبنى يبقى واحد شغال لوحده تمام. ودي كانت مش اكبر مشكله في الكاد ان كان كل سيستم شغال لوحده كان صعب جدا نربطهم ببعض
وكان كل واحد مش شايف التاني. حتى لما بنعمل لينك وبثريف والحاجات دي يعني فين وفين لما بنفهم هو عايز ايه، المشروع بيخلص احنا مش شايفين بعض. انما في البيم لا، كلنا شغالين مع بعض يوم بيوم وشهر بشهر، وبنعمل سنكرونايزيشن مع بعض وفاهمين شغل بعض. تمام، فدي فكره البيم، ان اكبر ميزه ان هو ربط كل الادوار ببعض وربط كل السيستم ببعض، وقدرنا ان احنا نحقق حاجات كتيره جدا، هيدخلنا على حاجات كتيره جدا ما كناش ممكن ندخل. يعني موضوع الاوجمنتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي اعتقد كل الناس سمعت عنهم، اللي هي النظاره بتشوف فيلم بيها، دي تكنولوجيا منفصله خاصه بالسينما، فبقت موجوده في البيم وبقينا نشتغل بيها بشغل حقيقي في مشاريع حقيقيه. يعني في مشاريع كتير جدا اشتغلنا بيها ووفرت معانا كتير جدا وسهلت علينا شغل كتير جدا. تمام، طيب اي حد عنده اي سؤال؟ لو في اي حد عنده اي سؤال في البيم او عنده اي مشاكل او في اي استفسارات انا تحت امرك. طيب اسال انا. طيب محتاج تفهم فكره البيم، ممكن على القناه هتلاقي حاجه جاستو بيم. جاستو بيم يعني جاستو بيم دي ترخيص لكل الكورسات اللي انا خدتها. انا خدت كورسات كتير في اكتر من دوله، منهم مثلا بريطانيا خدت البري وخدت كذا كورس هناك، كلهم لخصتهم عملتهم بالعربي وشرحتهم، هتلاقيهم موجودين على القناه جاستو بيم. تمام، اليوتيوب اللي انا هفتحه دلوقتي خاص بابني، فكله حاجات اطفال يعني. تمام، بس لو انت دخلت قلت له مثلا بيم اريبيا، تمام هتلاقي الفيديوهات اهيت. هتلاقي حاجه اسمها جاستو بيم، دي الهاري ملخص للمحاضرات. تمام، انت ممكن تسمع اول محاضره بس او اول محاضرتين وهكذا، ما تشغلش بالك ان هم عددهم كبير. حتى في الريفت، حتى في الريفت الفكره كلها ان احنا بنجاوب على الاسئله فالعدد بيكتر، فما تتخضش من العدد. في قسم اتصالات هو البيم. طب البيم اللي هو في قسم اتصالات اللي عامل سيموليشن، ثانيه واحده. طيب بالنسبه لقسم البيم اللي هو في قسم اتصالات، بص البرامج اللي انت بتستخدمها في في السيموليشن وفي الحاجات ديت هي نفس البرامج اللي انت بتستخدمها، بس هيبقى في ان انت تاخد حاجه جاهزه. يعني ليا واحد صاحبي كان شغال في السي اف دي اللي هو حركه الهواء وحركه الدخان في المبنى والحاجات دي كلها. تمام، كان هو بيقعد يعمل اسبوعين الحاجه دي، انا وكان يقعد اسبوعين يعمل الموديلنج وبعد كده يدوس على زرار يعمل محاكاه. انا اديتها له في ثانيه، قلت له خد المبنى هو جاهز، وبياخد وقت اقل كتير جدا في عمل الموديل في الريفت او في البيم، هو يبدا يكمل عليه الشغل. تمام، ايه افضل برنامج اقدر استخدمه مع الريفت او اي موديل معماري في ايه؟ يعني لازم نحدد انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل عايز تعمل اظهار للحاجه او عايز تعمل ريندر للحاجه؟ افضل حاجه للريندر هو 3 دي ماكس، ده رقم واحد مع الفري. تمام، عايز حاجه سريعه جدا وسهله جدا في تعلمها، عندك اليومن مثلا، توين موشن. توين موشن بيسطب ويبقى قوي جدا ويعني بيطلع لي صوره هايله. تمام، في اي حد عنده اي سؤال؟ تمام، لو الاسئله كده خلصت هستاذنكم بقى الدكتوره شيماء، اتمنى يكون المايك شغال. دكتور شيماء. ايوه اتفضل دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصوت بس واطي. الصوت واطي؟ ايوه عشان هذا في مشكله شويه في النت عندي. الو الو. ايوه دكتور سامعيني، اتفضلي. كده تمام؟ كده تمام؟ اه تمام. هل في شير سكرين كده تمام؟ اه تمام، اتفضل. طيب احنا اتكلمنا طبعا عن، وانا ليه مش شايفه الشاشه؟ الشاشه اللي فيها الطلبه الاسئله. الشات ممكن تلاقي حضرتك في زرار تحت اسمه شات، او هتلاقي زرار تحت اسمه شات لو عايزه تسمعي. لو في اي سؤال هبقى لحضرتك. تمام، اتفضل. اتفضل حضرتك. لا اتفضل، ناخد الميوت. الو
مشكلة في الدكتور اتفضل. هل كده الصوت مسموع؟ تمام الصوت مسموع اتفضل. لو كده افضل يعني عشان مش عارفه في ايه. طيب تمام. اول شيء طبعا شكرا يا باشمهندس على المعلومات الجميله ديت، ولسه طبعا احنا معاك يعني، معلش انا هقولها بالبلدي برضو، في ارابيزه يعني، بارابيزه مجموعه بيم اريبيا، علشان يقدروا يعلمونا وياخدونا بقى الخطوات الجديه اللي جايه بقى، دي الخطوات الثقيله اللي جايه ان شاء الله. فطبعا الشباب ابتدت تفهم شويه يعني ايه بي اي ام، وابتدت ان هو تدرك معناها، واعتقد ان هو بعد النهارده ان شاء الله هيبتدوا يعملوا سيرش كمان عشان يساعدونا ان احنا نوصلهم على التراك السليم. فاهم حاجه في الموضوع هو ان احنا نتعلم ازاي نعمل شير مع بعض في المشروع. يعني باشمهندس عمر يعني يتكرم علينا، وبرضو عايزين نشرح حتة الجزئية اللي هي ازاي ان كل الطلبة تقدر تعمل شير لوجهة واحدة. هو حضرتك بعت لنا فيديو قبل كده، بس برضو حضرتك حطها في قائمة الحاجات اللي حضرتك بتشرحها لنا، يعني بحيث ان هنشتغل مع بعض على مشروع واحد ونطلع نتيجة واحدة، وان شاء الله هيبقى تعاون مثمر. وبالنسبة لمدة الورشة فاحنا مش محددين دينها بتايم، لسبب واحد ان احنا كل شوية بيقابلنا حاجة شكل يعني امتحانات ابحاث كده. فبالنسبة للمحاضرات هي مستمرة ان شاء الله معانا لمدة الشهر ديت. بالنسبة لشغلكم انتوا انتاجياتكم، يعني مش هنحدد تايم معين الا لو انتوا قدرتوا معانا تستمروا بالتراك المظبوط، فاحنا المفروض المدة شهرين. لو يعني ما خزلتوني بدوت يبقى هيبقى مدة اطول شوية. طيب عرفنا ان احنا هنشتغل على 5 مباني تمام، وحددنا لكل مبنى مجموعه معينه من الثلاث اقسام. طبعا وصلت لكم الرسومات، او مش عارفه لسه هي مع الليدرز، المفروض ان هي توزعها او توصل لكم الملفات، بحيث الجماعه او الباشمهندسين اللي هيشتغلوا على ملف الريفت بعد كده. نقطة مهمة جدا احنا عايزين نعرف فيها ايه هي المرحلة البحثية اللي احنا شغالين عليها دلوقتي. طلبنا من مستوى تاني الشعب المعمارية عمل استبيانات خاصة بمشاكل المبنى، ان هم يشوفوا ايه المشاكل اللي موجودة في المباني ويبدأوا ان هم يحصروها، بحيث انهم يعملوا بصورة استبيان. وفعلا قاموا بالمجهود دوت، وده مثلا كاستبيان ابتدوا ان هم يشتغلوا يكلموا عن شكل المبنى والنتيجه اللي وصل لها، المساحات، الاضاءه، درجه الحراره داخل الفراغات، كل دي نتائج هم يعني بعد الاستبيان. يعني مشكوره برضو باشمهندسه زهوه وباشمهندس عبد الله على ان هم ينفذوا الاستبيان دوت، بحيث ان هو بيبقى طريقه اسهل على برنامج. وكل المعلومات دي المفروض ان هي كانت مطروحه علشان نقدر نحط بعد كده معالجات، نحط بعد كده انظمه، نحط افكار تمام. يعني على اساس المشكله اللي هتواجهني هي دي اللي هحط على اساسها بعد كده حل. ما ينفعش ان انا هقول ده المبنى محتاج كذا وانا مش عارف اصلا انا محتاج يعني المبنى ايه مشكله فيه في درجه الحراره، ايه مشكله فيه في الرطوبه وهكذا. بالنسبه للمستوى الثالث فهو برضو كان في تاسك مطلوب منهم ان هم يبتدوا يحضروا او يعملوا بحث عن الخامات الجديده والمطوره، ويجيبوا قائمه اسعارها والشركات. ده انا هلزم بيه الجزء المعماري والجزء المدني في المستوى الثالث. ليه؟ لان برضو نظرة المدني هيحتاج حاجات معينة، هيحتاج الخامة بطريقة معينة. وهلزم برضو الشباب في قسم اتصالات ان هم لما يجوا يدوروا هيدوروا بشكل مختلف. يعني كمثال بصوا يا شباب كده، مثلا معانا انا بعمل سيرش على السمارت بلاس، فانا لما اعمل سيرش كده ابحث هيجي لي اختار مثلا لينك زي ده تمام،
عشان ده فيديو برضو، انا هخترق مثلا الجزء اللي فيه سمارت فيه دايناميك، ده مثلا ازاز هو بيتغير شكله مع مع الضوء، فيها سنسورز، هنشرح الجزء ده وعلاقته بالاي او تي. بالنسبه اللي كان بيقول رابطه الربط ما بين قسم اتصالات بالهندسه الثانيه، اهو اديك شايف بعينك، انت شايف التقنيه زي ديت ممكن تطبق ازاي بعد كده. يعني حاجه لما اجي اشتغل انا بشتغل كتيم كامل، ما ينفعش حد يشتغل لوحده، لان المبنى المنافس بعد كده بيتكلم بيقول انا طلعت على ايد كذا وكذا وكذا. تمام، ده شرح كده، وده شرح ازاي نقدر اجيب قائمه للاسعار بتاعه المنتجات. تمام، بحيث كده انا اقدر ان انا اوصل في الماتيريال، هاخد النوع بتاعها، هاخد استخداماتها، قائمه اسعارها بتبقى اللوح مثلا، لو هنتكلم على لوح ازاز كام في كام، المساحه بتاعته قد ايه. تمام، ده التاسك اللي هيبقى مطلوب من مستوى ثالث حاليا. تمام، بالنسبه للشعبه المعماريه والمدنيه. حلو، الموضوع بسيط جدا، وهديكم في المده دي اسبوعين. ليه اسبوعين؟ علشان واحنا بنشتغل احنا برضو بنسمع المحاضرات، واحنا ما نتعطلش في حاجه، واحنا عايزين نجي نوصل لمعلومات كويسه جدا، علشان المعلومه اللي انت هتجيبها دي هبتدي اشتغل عليها بعد كده. هنتكلم ازاي احنا بنغذي المبنى معلومات كمعالجة، لان احنا بنعمل قاعدة بيانات نمزجة او نمزجة المعلومات، ده مقصود بيها ان انا بدعم المبنى بتاعي بقاعدة معلومات جديدة. تمام، سواء هحل المشكلة او المشكلة او المبنى بالصورة الاساسية، يعني احنا هنحط القاعدة بتاعتنا بالصورة الاساسية، لكن فكرة ان انا اعالج او ان انا احط حاجة افضل، لازم اكون عامل قاعدة بيانات محترمة للمعالجات. تمام، طيب هنا حضرت لكم طبعا احنا اخترنا بعض المواد او الخامات الجديدة، يعتبروا تقريبا هم 11، وتوزعوا على المجموعات عندنا في الجزء المعماري، وطبعا هنديهم برضو للشعب المدنية وشعبة اتصالات. تمام، وحضرنا النقاط دي علشان يشتغلوا عليها. بالنسبة بقى لجزء اتصالات، أنا هعمل إيه؟ أنا دلوقتي عندي الجزء بتاع السمارت جلاس أو سمارت ويندو، هعمل السيرش بتاعي بطريقة مختلفة، عايز أعرف تتنفذ إزاي. تمام، وطبعا أنا يعني إحنا معانا مجموعة محترمة جدا من الناس الأفاضل، يعني باشمهندس شروق، باشمهندس أحمد عايز، هيساعدونا برضو في السيرش، ما فيش حدش هيشتغل لوحده ولا هيحس ان هو مش عارف يعمل حاجه ومحتاس وكده. تمام، فانت في السيرش بتاعك بتبحث برضو في بالمعلومه ديت، ازاي ان انا اقدر انفذ تقنيه زي ديت بالاسلوب ان هو يبقى زي سمارت، والمعلومات موجوده ومتوفره ومفيش اكتر منها من على الانترنت، سواء في بيبرز سواء على اليوتيوب سواء المواقع او الشركات. واهم حاجه ناخد منكم ابروفد ان الماتيريال اللي عرضناها دي فعلا او معظمها فعلا هنقدر نطبقها على الموديل. تمام، طيب في جزء تاني برضو مهم لازم نعرفه، ان احنا هنشتغل على التحليل الحراري. طيب ده مطلوب من مين يا جماعه؟ طيب احنا خدنا دلوقتي عملنا الاستبيان فطلع عندنا نسب معينه من درجه الحراره درجه الرطوبه وكده، عندي مستوى تاني ممكن يعمله تحليل حراري وتعلمنا قبل كده دراسيا ازاي، وعندنا جزء بقى ببرامج ده ان شاء الله مستوى ثالث هيشتغل عليه، وهنتكلم بعد كده احنا ممكن نشتغل على برامج ايه، بحيث ان هي تبقى بطريقه سهله وتتنفذ بطريقه سهله، سواء اتكون معانا الموديل بشكل كامل او هنشتغل على جزء منه. عايزين برضو ننوه ان شاء الله معانا محاضرين اقوياء جدا، معانا دكتور محمد فران وهو مشرفنا النهارده في المحاضره،
ومعانا يعني مجموعه متميزه جدا ان شاء الله هتبقى ضمن المحاضرات بتاعتكم، فعايزين شويه جهد يا جماعه. والاعداد اللي موجوده دي بصراحه مش راضياني، انا عايزه يعني ال 250 طالب ما ينقصوش فرد. طيب بالنسبه لمستوى رابع ومستوى خامس هنعمل ايه؟ احنا طبعا استلمنا كورس الريفت تمام، اللي مشكورا باشمهندس عمر سليم عامله لنا سواء معماري او انشائي. مش بس كده يا جماعه، لازم نجتهد شويه على نفسنا ونبتدي نسمع الفيديوهات ونبتدي نطبق على الرسومات اللي انتوا واخدينها تقريبا كامله تمام. طيب انا هعمل ايه؟ واجهتني اي مشكله على طول معانا فريق كامل، يلا هنشتغل على المشروع، محدش هيسيبك. قادرين ان احنا نشتغل 3D ونخلص 3D ونشتغل معالجات حلو، قادرين نوصل لل 7D يعني نعدي بال 4D الجزء اللي هو بتاع الوقت وازاي ان احنا نعمل اداره للوقت والموضوع، الجزء بتاع التكلفه، الجزء اللي هو يعني قدرنا ناخد المشروع لغايه ال 7D، دي حاجه تبقى ممتازه جدا، ويبقى انت كده اتعلمت حاجه كورسات مهمه جدا في العالم كلها بتديها تمام. فاحنا على قد استطاعتنا عايزين نقدر نوصل لمستوى مهم، مستوى يعني غير مسبوق ان شاء الله في الجامعات المصريه. طيب احنا دلوقتي بعد ما هنشتغل على الموديل المعماري والانشائي هنبتدي نعمل الشير دي علشان نبتدي بعد كده نشتغل عليها في ملفات، بعد كده واحده واحده هنتكلم عن الموضوع دوت، مش عايزين نسبق الاحداث، نبتدي ستيب باي ستيب كده علشان نقدر نفهم الدنيا. طيب بالنسبه للجزء بتاع اتصالات، وطبعا انا كنت بسجل بعض الاسئله اللي كانت بتطرح فكره هو انا هعمل ايه، هو علاقه اتصالات ايه بعمار، هو احنا هنعمل ايه، هو احنا شغلنا متوقف بس على الشغل المعماري او المدني؟ يا جماعه ممكن يشتغلوا اتصالات لوحدهم، بس لما يكون المبنى متكامل فانت بتبتدي من A to Z، انت بتبنيه صح، بتبقى عارف الموارد او الخدمات اللي موجوده فيه وتبتدي ان انت تفعلها في المبنى، وبعد كده في مرحله التشغيل فانت كده بتبني فعلا نموذج ناجح. طيب احنا فكرنا المجموعه كلها يعني مع بعض وقررنا حته نقطتين هنشتغل عليهم ان شاء الله. ادهوا دود يا شباب اتصالات طبعا هتبتدي، وبعد كده هنكمل مع بعض في الجزء المعماري. طيب ده عباره عن ايه؟ حاجه اسمها تعليم الاله او الماشين ليرنينج والاي او تي او الانترنت اوف ثينجز، وده اكتر تقنيتين دلوقتي مستهدفين في العالم للعمل عليهم. طيب التقنيه الاولانيه دي الماشين ليرنينج، حاجه بمعنى بسيط جدا دي بتحل ازمات كتير جدا، يعني بتقلل من او بتعالج التغير الملحوظ زي مثلا المراقبه في البنايات، موقع البناء، اداره المخاطر، اداره الجدول الزمني، يعني فيها افكار وحاجات كتيره جدا بتقلل من برضو نسب التفكير او زي ما بيقولوا يعني بتقلل من مشاكل الوقت او بتعمل اداره للوقت. طيب مثلا كان عندنا مثال في جامعه هارفارد طرحوه على استخدام البدايل، وازاي ان الماشين ليرنينج ديت قدرت ان هي تدي بدايل مختلفه للعماره وتبتدي ان هي تحول النماذج ديت بصوره تقدر انت كمعماري تفكر هو انا الاحتمال ده افضل ليا ولا الاحتمال ده ده الانسب، ممكن يدي لك افكار جديده. يجي تاني الباشمهندس الاتصالات يقول لي طب انا طالع لي منفعه بايه؟ لا ده انت الاساس، ما انت اللي حطيت اول الباشمهندس المعماري على التراك، ما انت اللي عملت له البرمجه بتاعه الاله. طبعا البرمجه ديت هناخد فيها كورسات معانا باشمهندسين مختصين في الجزئيه ديت ان شاء الله، هيبقوا معانا باشمهندس مصطفى وان شاء الله باذن الرحمن هيبقى معانا ان شاء الله من تقريبا الاسبوع اللي جاي. في برنامج برمجه اللي هي بايثون تقريبا هي دي اللي هتشتغلوا بيها، وبعد كده هنتكلم في الجزء المعماري لو قدرنا ان احنا نخلص الشوط الاول بتاع الريفت.
تمام. فده كان الاختيارات المعمارية. وابتدي بعد كده حاجة اسمها برنامج الداينامو، ابتدوا ان هما يطلعوا الحلول دي. نيجي تاني حاجة اللي هي الاي او تي، ودي عبارة عن سنسورز. الانترنت اوف ثينجز ديت فكرة مهمة جدا، ويمكن عجبتني جدا لان هي بتعالج شوية من مشاكل اللي حصلت دلوقتي موضوع الفيروس. لو احنا بنتكلم على ان انا ممكن امس ملمس شيء تمام واعمل كل حاجة سمارت، فانت بتقدر بمجرد ان انت بتدخل الحيز المكان ده بيتعرف عليك، او بتقرب مثلا من المكان دوت فبيبقى فيه معالجات حرارية، او المكان ده او الباب ده بيتفتح، او الويندو ديت بيحصل لها حاجة معينة بتتغير. دي كلها ليها فكر الاي او تي. برضو ده هنعمل له دراسة وافية علشان نقدر، ومعانا برضو دكتور محمد فران هيبتدي يطلعنا على المعلومات بتاعتها، لان انا برضو معلوماتي غير وافية في الجزئية ديت. الربط ما بينها وبين المعماري في جزئين. اول حاجة اختيار الماتريال اللي احنا قمنا في الاول واخترنا، ابتدينا نعمل جزء السمارت او الجزء اللي فيها ده دايناميك شوية. بعد كده هتبقى جزء خاص بمرحلة التشغيل تمام، وبرضو هنتكلم عنه بعد كده تمام. ودي عبارة عن سنسورز، السنسور دي بتتركب في المكان، ونبتدي بعد كده نراقبها في المرحلة اللي بعد كده في التشغيلية. برضو فيها قياس لدرجة الحرارة، وبتبتدي نراقب لو فيها أي مشكلة، أو يعني الفكر دوت متابعة من المهندس أو المكتب الفني بعد كده. وإن شاء الله بإذن الله هيكون الورشة دي قوية جدا، فيها معلومات وفيها شغل، ورب يكون كده قدرت إن أنا أحط برضو النقط على الحروف إحنا نشتغل في إيه يا شباب. وبعد المحاضرة دي اللي عنده أي سؤال أو عندي أي مشكلة إحنا معاه برضو. شكرا. شكرا دكتورة. دكتور محمد، مش انا سمعت، اتفضل. دكتور محمد، هل ممكن حضرتك تشارك معنا؟ اتفضل يا استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس عمر؟ ازيك يا دكتور شيماء؟ اخباركم ايه يا شباب؟ الحمد لله. نورنا يا دكتور. بنورك يا دكتور شيماء. ازيك يا باشمهندس عمر؟ ربنا يوفق ان شاء الله الشباب، ويعني محاضره جميله منك يا باشمهندس عمر كالمعتاد. الله يكرمك يا دكتور. شكرا يا دكتور، تحت امرك. عايزين بس حضرتك يعني تنصح الشباب. لا، ما بعد النصايح صراحه اللي احنا سامعينها دي كلها ما شاء الله. لا لا، انا عارف حضرتك موضوع مش اتكلمت يعني. لا 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 يا راجل، احنا دايما بنتعلم منك يا باشمهندس. لا لا عفوا استاذ. لا لا عفوا استاذ، ربنا يخليك. طيب يعني انا ممكن زي ما دكتور شيماء كده وحضرتك كانت فعلا بتقول، انا متابع مع الشباب سؤال الاسئله فيها. طبيعي الوقت اللي احنا فيه، زي ما فعلا حضراتكم كنتوا بتتكلموا، طبيعه الوقت الحالي وطبيعه التكنولوجيا، لازم كل المهندسين بكل الأفرع تبقى بتتحرك مع بعضها. يعني ما ينفعش أقول عمارة دلوقتي شغال لوحده، مدني شغال لوحده، اتصالات أو كهرباء أو إلكتروميكانيكال. لا، ده احنا كلنا بقينا بنشتغل في المشروع from A to Z زي ما بيقولوا، لأن آخر واحد هيستلم مني اللي هو بتاع ميكانيكا أو كهرباء المشروع في الأوبريشن أو الفاسيليتي مانجمنت، الراجل ده بيستلم مني معلومات معينة أنا كمعماري وإنشائي وإلكتروميكانيكال. ودخلة فعلا زي ما دكتورة شيماء كانت بتقول، الدخلة كمان بتاعت فكرة الـ IoT والاتصال بقى المستمر بيها، والتحكم في المباني ودرجات الحرارة والسيكوريتي بتاعتها والكلام ده كله. أصبح الموضوع كمان ده دخل معاهم اتصالات بقوة. يعني لغاية فترة قريبة جدا 4-5 سنين كان فعلا الطبيعي ان الناس بتشتغل مع بعضها، مدني وعمارة وإلكتروميكانيكال بشكل أساسي، اتصالات
كان بعيد شوية. أول ما دخلت فكر السمارت بيلدينج والسمارت سيتيز والسمارت هومز في الآخر كمان، وإحنا هنا الحمد لله عندنا في العاصمة الإدارية لو الشباب متابعين شوية دي هتبقى أكبر سمارت سيتي معمولة بإنفراستراكشر بداتا سنترز تحت الأرض وكل حاجة to be controlled زي ما بيقولوا automated. احنا البشر فيها هيبقى لينا القرار، لكن كل الداتا كولكشن كل الكوميونيكيشن ما بينهم سواء بجي اس ام او بالزيجبي او بالواي فاي انفراستراكشرز او خلافه، كل ده هيبقى بالنسبه لنا كمان اضاف لينا فرع اتصالات بقوه شديده جدا، لان بخلاف ان انا اقدر ادتكت وابعت الداتا للبروسيسنج بتاعتي وخلافه كل ده ثرو كوميونيكيشن ويز الاساس فيها بشكل كبير شعبة اتصالات معنا. فبالتالي انا لما بتكلم على هذه الورشه بشكل او باخر وبتكلم ان احنا الهدف الرئيسي منها ايه، ان انا مبنى اكزيست وعايز ابتدي اطوره بيزد على ايه، اطوره ان انا اطور الناس الطلبه اللي معايا بحيث ان هي تمد ايديها، وزي ما انا شايف ما شاء الله الشباب انترستد جدا في ان هي طب هو ايه البرامج، طب ايه البلان، طب ايه ازاي اقدر اتحرك، وده فعلا شيء يسعدني جدا في الموضوع. فبالتالي الموضوع بالنسبه لنا اصبح مهم، كون ان انا ابتدي من الاكزيست بيلدينج ده اشوف فعلا الحاجات بتاعتنا وابتدي ارفع بيها واتمرن وخلافه، ثم بعد كده ابتدي اطور فيها كمان، لان الهدف مش هنا يا شباب، الهدف من هنا مش ان انا بس بمرن ايدي وباخد اكسبيرينس واحط في السي في زي ما انا شفت في كل الكوميونيكيشن معاك، وفعلا طب انا ينفع احط سي في؟ هتقدر تحط في السي في بالبورتفوليو بتاعك فعلا انا اشتغلت على المباني بتاعت كذا وكذا وكذا في الكليه بتاعتي، فقدرت اطلع منها، قدرت اطور منها. ده كله بيفرق، لان كل مهندس بالذات بيشتغل في التكنولوجيز الجديده دي بيبقى ليه بورتفوليو، البورتفوليو ده بيبقى فارق حجم المشروع، بيبقى فارق الكواليتي اللي هو عملها، بيبقى فارق مين الاونر اللي هو كان شغال معايا، فدي طبعا هتفرق معاكم كتير جدا. فالمرحله الاولانيه ان احنا بنمرن ايدينا وبنبتدي نتعود على البرامج دي نفسها، ويمكن زي ما دكتوره شيماء وباشمهندس عمر قالوا انتوا عندكم فرصه دلوقتي قويه جدا 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 جدا، الا وهي ان بيم اريبيا بكل الستاف بتاعها واقف في ظهركم. ده معناه ايه؟ ده معناه ان خبرات اكتر من 25 سنه فاتت في البم، من اول ما البم طلع في الافكار التكنولوجيه الجديده في الكلام ده كله، ده كله في ظهرك بيقول لك الطريق ازاي. يمكن لما الباشمهندس سال باشمهندس عمر هو احنا بنبتدي ازاي، باشمهندس عمر قالها له 1 2 3، احنا بنسميها مع بعضينا كده حاجه اسمها بام اكسكيوشن بلان، وبتبقى دوكيمنت طويله. باشمهندس عمر ما شاء الله رحمه اديها له بشكل مبسط، ده الاكسبيرينس دي انتم مش هتعرفوا تاخدوها غير بشكل او باخر مع حد شغال بايده مش بس انستراكتور. ويمكن انا باكد مره اخرى كلام باشمهندس عمر، ان لو انت قعدت تشوف من هنا لبعد بكره فيديوهات تريننج كورسيرا ليندا اي ليرنينج كورسز والكلام ده كله من غير ما تطبق بايدك، الريزلت زيرو. ريلي وبقولها واضحه وصريعه، الريزلت زيرو. لكن طول ما انت جات لك فرصه ورشة وهتشتغل فيها بإيديك وهتتمرن فيها على برامج، وأي سؤال هنظبطها مع دكتورة شيماء بحيث ان يبقى فيه زي مش هنقول بلاتفورم جوجل شيت حتى الناس بتقدر تتساءل فيها واحنا بنقدر نتجاوب معاكم، فانت وراك تيم كبير جدا بتاع بيم إريبيا بيقدر يسابورت على أي سؤال بأيا كانت الفروع. فبالتالي الفترة دي والإنجاز اللي انتوا تقدروا تطلعوا بيه، وبما ان كده احنا الحمد لله قاعدين من الترم الاولاني فاحنا يعني زهقانين من قعده البيت، وزي ما باشمهندس عمر قال انا لو كل يمكن انا بزودها عليه مش كل 6 شهور، انا لو كل 3 شهور لقيت نفسي ما استفدتش بحاجه وما اتعلمتش حاجه جديده انا خسرت، انا كشخص سواء انا كطالب سواء انا بعد ما اتخرجت سواء انا شغال وخلافه. فبالتالي الفرصه اللي عندنا دلوقتي انا من وجهه نظري فرصه عظيمه جدا ما بتكررش على مستوى الكليات هندسة عموما وعلى الجامعات الخاصة تخصيصا، لان الافادة هتبقى مشتركة، احنا هنتدرب واحنا هنطلع شغل بايدينا، وكمان الكلية بتاعتي والجامعة بتاعتي هتستفيد ان انا هطلع لها بريكومنديشنز، وطبعا بدعم الدكاترة المعاونين معانا نقدر نطور المكان اللي احنا فيه، ان احنا فعلا سواء باستخدام السمارت
الجلاسز او الماتيريالز الجديده كلها اللي موجوده فيها والافكار الجديده، سواء من زمايلنا من قسم عماره، من قسم مدني، من قسم اتصالات، حتى زي ما احنا بنقول ازاي نقدر نطور الكلام ده كله. فهيصبح الموضوع هنا ان انا كمان انا اتعلمت واستفدت، وكمان اضفت للمكان اللي انا كنت فيه بشكل كبير قوي، ان انا خليته مكان افضل وسمارت افضل وقابل للمعيشه زي ما بيقولوا، ان احنا نقدر نتحكم في درجات الحراره ونعمله، نخش بقى في مرحله ان انا اوفر له الطاقه بالنسبه له اللي هو الاستخدام ده. ويمكن زي ما اتكلمنا في محاضرات كتير في بن اريبيا وانا تحديدا يعني فيها، لان احنا لما كنت شغال مع في شركات كونستراكشن كتير قوي في امريكا وفي اوروبا، الناس دلوقتي بالنسبه لها موضوع اللين انرجي والجرين انرجي والكلام ده كله، ده بقى فيتال. يعني ما ينفعش اروح اخد مبنى او اخد لايسنس بتاعت مبنى زي ما بنسميها هنا في مصر، رخصه مبنى، من غير ما يكون كمان عملت عليه دراسه ان هو لين انرجي ولا لا، او بيحافظ على الطاقه، والا المبنى كله يبقى مقبول انشائي ومعماري وكهرباء وصحه وسلامه والكلام ده كله، ويترفض بس عشان هو غير مطابق لشروط الجرين انرجي بتاعته ان هو بيحافظ على الحراره. فاعتقد هي وين 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 سيتويشنز لكل الاطراف، لحضراتكم وللطلبه وكمان سوري للجامعه نفسها، وبحيث ان احنا فعلا نقدر نزودها. فاعتقد دي فرصه ما تسيبوهاش، وده رجاء خاص مني انا، تشبثوا بيها. هيبقى في مجهود، هيبقى في تعليم كتير جدا بالنسبه لكم، هيبقى في اسئله رايح جاي ما بيننا كتير مع بعضينا، واكيد الاستاف كله بتاع ريبي هيبقى في ظهركم، فما اعتقدش ان هي فرصه تتساب. واللي يسيبها، يمكن حتى لما دكتورة شيماء كانت بتقول ان الاعداد مش على قد العدد اللي هو كان مشترك، لا ده احنا لازم فعلا احنا اللي نشد بعضينا، واحنا اللي نتعاون مع بعضينا عشان نقدر نخلص المشروع. المشروع ده مش صغير، والوقت بتاعه الشهرين ده مش وقت طبيعي، ده احنا بنسميه في المشاريع بتاعتنا تاسك فورس. يعني ايه؟ يعني لازم نشتغل مينيمم من 8-10 ساعات في اليوم عشان نقدر نطلع الريزلت اللي احنا عايزينها. لازم يبقى في تعاون شديد جدا ما بيننا وما بين بعض. وفي الاخر طبعا بوجه شكر التيم بيم اريبيا دائما، اللي هو بيعاوننا في نشر العلم بشكل او باخر والتدريب العملي للطلبه، سواء في الجامعات عموما، يمكن من الجامعه اللي انا فيها القاهره عين شمس الجي او سي، ومعانا كينج ماريوت. فطبيعي بشكره، وبشكر دكتورة شيماء على الانيشيتيف بتاعتها ان هي الورشه نفسها وازاي تقدر تجمع ده. وربنا يوفقنا جميعا ويوفقكم ان شاء الله لما فيه خير البلاد. شكرا. شكرا جزيلا يا دكتور. والله في اسئله تقريبا لحضرتك، مش عارف تقريبا في سؤال. محمد هشام. باشمهندس محمد هشام. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس محمد؟ مبسوط جدا ان انا سمعت صوت حضرتك، والله انا شد من معجبين بحضرتك، يعني ربنا يبارك في حضرتك ويجازيك خير عن اللي حضرتك بتعمله. يعني تسلم يا باشمهندس محمد، تحت امرك. دلوقتي يا دكتور انا في المستوى الخامس كينج ماريوت، بس يعني انا عندي رجاء. حضرتك عارف ان يعني احنا امتحاناتنا زي ما حضرتك عارفين ان هي خلاص يعني 10 ايام باذن الله وهتبدا. تمام. فانا نفسي بس يعني على الاقل ان احنا الفتره لحد قبل الامتحانات، يعني طبعا هيبقى ان شاء الله ان احنا في فوكس جامد جدا معاكم باذن الله، وهيبقى مهتمين بالشرح وكل حاجه، بس حته التطبيق، لان حضرتك عارف صاحب بالين قدام، يعني انا يا هبقى في ده في الامتحانات يا اما هبقى في البيم. وطبعا يعني حاجه زي البيم دي انا ما اقدرش ان انا اسيبها، يعني دي فرصه طبعا ما بتجيش غير ممكن مره في العمر. فانا يعني بترجى حضراتكم يعني تصبروا علينا شويه، بحيث ان احنا يعني هنبقى شغالين معاكم لحد قبل الامتحانات شرح عادي ما فيش اي مشاكل، بس التطبيق يكون بعد الامتحانات عشان يبقى احنا بنطبق، واحنا زي ما حضرتك قلت يعني على الاقل 8 ساعات او 10 ساعات في يوم، بحيث ان احنا نبقى على قدر يعني الجديه معاكم، زائد ان يبقى قدر الاستفاده اللي توصل لنا تبقى 100% زي ما هم بيقولوا. فيعني درجه يعني، وطبعا ده بعد اذن حضراتكم، يعني معلش يعني هي الظروف طبعا اللي احنا فيها، وفي نفس الوقت فرصه زي دي جات لنا احنا بالنارين يعني مش عارفين نعمل ايه. فيعني انا عايز راي حضراتكم يعني. حاضر ماشي تمام.
هنحاول ان احنا نظبط الدنيا ان شاء الله، والامتحانات اسبوع وتخرج ان شاء الله هتتظبط برضو، وهحاضر باذن الله هخلي المستويات الاصغر يشتغلوا لغايه ما انتوا تخلصوا ان شاء الله. يا ريت يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك يا رب، وشكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. العفو تحت امرك يا فندم، ربنا يوفقك ان شاء الله يا رب. اللهم امين. شكرا يا دكتور. العفو. السلام عليكم. مع السلامه. في اي اسئله يا شباب؟ حد عنده اي سؤال؟ الشباب اللي هتشتغل في السيرش، حد عنده اي استفسار؟ طيب باشمهندس محمد، هو طبعا في محاضره ان شاء الله الساعه 8 صح؟ ان شاء الله اتمنى كله يحضرها، واحنا ان شاء الله متواجدين برضو لاي استفسار عن المشروع، وربنا يوفقكم يا رب. السلام عليكم. باشمهندس عمر، تمام كده ولا في اي ملاحظات؟ جزاكم الله خير. حابب اشكر كل حضور، وخصوصا دكتور شيماء ودكتور محمد الفران، جزاكم الله كل خير، ويعني شرف كبير ان احنا نبقى مع حضراتكم. الله يكرمكم، جزاكم خيرا. حابب اختم بس بكلمه للامام علي بن ابي طالب، بيقول قيمه كل امرئ ما يحسن، قيمه كل امرئ ما يحسن. فعشان قيمتك تزيد، بدل ما بتاخد مثلا المرتب بتاعك 5000 تاخد 50000، لازم تحسن دي، يعني تتقن الحاجه اللي انت شغال بيها. يعني لما تكون عارف بيم وعارف برمجه وعارف انجليزي، وتروح اي شركه اكيد ما يصدقلك، وتقدر تاخد الحاجه او الراتب اللي انت عايزه. فنختم بس بالجمله ديت، ولو اي حد عنده اسئله للدكاتره الافاضل معاك. في رابط للمحاضرة القادمة المهندس محمد أشرف حطيتها، إن شاء الله كمان ساعة بإذن الله.